بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وما كان لغير الأهلي أن يفعل ما يفعله في هذه الظروف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة التفاؤل، حلقة أعتقد الحشد الأهلاوي الكامل، وحلقة الثقة في الأهلي لا يفعلها إلا الأهلي. اليوم تصدر الأهلي بطولة الدوري منفردا وعاد كل إلى مكانه. بص، مش عايز أتمادى قوي مع فرحة الناس بتصدر الأهلي منفردا وبالتساوي مع عدد الماتشات في الزمالك وبفارق مباراتين أقل عن بيراميدز. كلام طيب انتظرناه كثيرا وكنا نشعر به، وكان كابتن سيد وكل واحنا وكل ان الاهلي ما الدنيا ما يعني ما يعني ما فلتتش الامور. مش عايز جمهورنا يبتدي بقى التحفيل والكلام ده، لان بجد صدقوني احنا مضيعين كل طاقتنا ان احنا نغيظ بعض في الكلام السلبي. احنا عندنا نادي مقتنعين به ونادي عظيم وله مكانه ويستقر في موضعه. هذا هو الموضوع، احنا عايزين النادي الاهلي يكمل كده. في النص يتعرض لبعض الكبوات، لانه الاهلي يسترد مكانه ويسترد قيمته ويسترد هيبته. في اللحظه اللي كل متصور وتكالب الجميع للانقضاض عليه، في لحظه يتصوروا غيرنا كان انهار فيها، ها؟ لكن استطاع ان يفصل الامور. وانت لو تفتكر الحلقه اللي فاتت انا بقيت خايف جدا جدا، بقول لك انا ما يهمنيش الا ماتش المقصه دلوقتي. ايوه، هيبقى عنق الزجاجه يا استاذ ابراهيم. هيبقى نقطه التحول هذا الموسم يا استاذ ابراهيم، لان في اسابيع زي الاسبوع ده لما الزمالك يلعب المصري على الاهلي ان يفوز وينتظر. بالظبط. هنا دي الاسابيع اللي ممكن يحصل فيها التغيير. بيراميدز استطاع ان يعمل رومونتادا برضه غريبه جدا، حاول تاخره مرتين وهو 10 لعيبه. يعني هو تاخر 11 لاعب وفي ظل نقص عددي، ده يدل على ايه؟ ان في روح في الدوري العام، روح مش طبيعيه تخلينا جميعا ننتبه. بالظبط. وعايز اقول لك بيراميدز في المنافسه طبعا طبعا. يعني طبعا. انما المزعج بقى، خلصنا ماتش الاهلي هنخش على صن داونز وملابساته وكل التدني الذي صاحب هذه المباراة في التداول. يا أستاذ إبراهيم، احنا عشنا أسبوع من أغرب ما يكون، غريب على الخلق المصري، غريب على الرياضة، غريب عن كل شيء، إن تكتشف إن في مجموعة اتخلقت واتوجدت دلوقتي، لتشويه الأهلي والأهلوية والرموز. أنا نبني من الحب جانب، لكن صدقوني بقدر ما ضايقني هذا الموضوع إلا إنه أيضا أسعدني. كيف يسعدني هذا الإسفاف وهذا التدني، إن تتحط نمر تليفوناتي وتنال أسرتي الملاحقات والتسجيلات. تدني وإيه؟ أي كلام ويقول لك تسجيلات، مفيش حاجه، لكن قله ادب. التجرؤ على حرمات البيوت. صحيح. ايه السفاله دي؟ لكن هتقول ايه؟ ما هو الليله المقدمات تشب النتائج. صحيح. الدنيا ماشيه في السكه دي، محدش متنبه. احنا بنعمل ايه في المجتمع المصري في الخلق؟ منتهى التدني. والحمد لله انا عندي كل الدوكيومنتس والوسائل والاسماء توصلت لها والحمد لله، وهيكون لنا وقفة قوية جدا جدا جدا. ده مهم جدا. فقط دفاعا عن الكبرياء، وهذا يكفي. لقاء الأهلي مع صن داونز يوم السبت إن شاء الله مساء السبت في استاد الجيش في برج العرب هي فرصة ومناسبة للدفاع عن كبرياء الأهلي والتأكيد على قيمة الأهلي ومكانة الأهلي. لو الأمور صارت على هذا النهج، ولو الكل احتفظ بالتركيز والهدوء، التركيز والهدوء تحديدا من أهم العوامل في التعامل مع هذه المباراة. مزيد من التركيز والإصرار
والمزيد من الهدوء، لانه اخطر شيء على الاهلي في هذه المباراه الناس اللي ماسكه عداد الاهداف، الناس اللي عمال تتكلم المفروض نجيب جون كل كذا، المفروض الشوط الاول يبقى كذا، سيناريوهات مفيش كده خالص. يعني ممكن بعد ربع ساعه يقول لك الله الجون بتاع الربع ساعه ما جاش بالظبط. يعني فاذا كان الجمهور اللاعب رقم 12 لا، يوم السبت في برج العرب هو اللاعب رقم واحد، لانه حضوره بكثافه مهم جدا. وهنعرف دلوقتي مع العميد محمد مرجان اخبار موضوع التذاكر والحركه ماشيه ازاي لغايه دلوقتي، وضوابط الحضور ايضا. بس كمان الحضور المكثف والحماسي اهم منه الوعي، الوعي، لان احنا مش هنمسك الساعه ومش هنقعد نشغل العداد. مزيد من التركيز ومزيد من الهدوء في التعامل والدعم للفريق، اعتقد لدى لاعبي الاهلي من الحوافز والدوافع والاصرار والغيره على اللي حصل، لانه اللي حصل في بريتوريا يخلي كل لاعب اتجرح عنده من الدافع النفسي ما هو اقوى بكتير على انه يرد اعتباره، يرد اعتباره لنفسه، زي ما قال لهم الكابتن خطيب وزي ما قال لهم الكابتن سيد عبد الحفيظ وزي ما الاسرت بيتكلم. هو في النهايه انت فريق، انت فريق وحصلت معاك هذه الظروف، فالفرصه متاحه عند كل لاعب انه يدافع عن قيمته هو وجدارته انه يمثل النادي الاهلي يا باشمهندس. شوف الجمهور الرائع العظيم قد يكون حافز وقد يكون ضاغط، في ايد الجمهور. احنا بنقول هو اللاعب المهم والاهم، مؤكد هو اللاعب المهم والاهم عندما يلعب دوره الذي تعودنا منه عليه، انه بيفضل لاخر دقيقه مهما كانت النتيجه ورا الاهلي. هو احنا عايزين ايه من المباراه دي؟ أي. لازم نحدد من دلوقتي ونبقى متفقين مع بعض. اذا كنا عايزين 6-0 لا، انتوا كده هتشكلوا ضغط جامد جدا على الفريق. نتمنى انها تحصل، سنسعى اليها، ولكن هي مش في ايدنا لوحدينا. ايوه دي نتيجه كبيره قوي في اعتبارات كتيره جدا. صحيح. لكن الاهم من 6-0 يا جمهور الاهلي، لو رحت لقيت فريقك مشرفك، لو رحت لقيت فريقك بيمتعك، لو رحت لقيت فريقك بيقدم لك الاهلي الذي تعرفه وسقفت له، كمل على كمل معاه، وربنا بعد كده يتولانا ويحقق لنا ما نشتهي. أيوه. لكن ليس بالضروره، والا ما كانت بقيه الماتشات بتحط لها نتائج وتنزل تحققها. ما عمرها ما حصلت. احنا نتمنى ان يقدم الاهلي نفسه ها كاهم فرق القاره، والاهلي الذي يتحدث عنه الجميع باحترام، سواء كانوا بينيمونا او هم مقتنعين بكده. واذا ومحدش هيشيد بيك عشان ينيمك الا اذا كان حاسس بقيمتك. صحيح صحيح. فهذا احد الحيل ماشي، لكن في كل الاحوال لا، الاهلي بمكانته الاحصائيه والتاريخيه وعدد البطولات و في حته تانية خالص. لا محدش بيناقش دي، لكن مش هنعيش على الكلام ده. احنا عايزين الحاضر يترجم هذا. يترجمه ازاي؟ عندما يجرح الاسد يزقر ويوريني بقى هيعمل ايه في الخصوم. طيب على ذكر برضو استعدادات الاهلي هذه المباراه المهمه، مارتن لاسارت المدير الفني اختار القايمه اللي سافر بيها معسكر في اسكندريه علشان الفريق يبات ليلتين في هذا المعسكر، بخلاف في المعسكرات العاديه قبل الماتش بيبقى 24 ساعه. شاف انه يدخل بدري شويه علشان المزيد من التركيز ودخول اجواء المباراه من بدري. خد معاه محمد الشناوي وعلى لطفي، وخد الحارس الثالث غير المسجل افريقيا عشان ما حدش يفتكر انه موسي غلطه، مصطفى شوبير. بس التدريبات تحتاج في جونين بيلعبوا باستمرار، فبالتالي محتاج يكون في حارس ثالث موجود، وايضا علشان ياخد خبرات الموقف. خد كمان احمد فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول وحمدي فتحي وحسام عاشور وعمرو السوليه، ناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد شريف وجونيور اجاييه ووليد ازارو وصلاح محسن ومروان محسن. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره الف تصريحاته انه هذه المباراه مهمه جدا، مش محتاجه كلام، لا صوت يعلو على صوت هذه المواجهه. قال في تركيز شديد جدا من جانب اللعيبه، انا سعيد بيه ومطمئن للحاله اللي انا شايف اللعيبه عليها، وشايف ان عندهم من الاصرار ما هو واضح جدا للدفاع عن انفسهم في هذه المباراه. وقال انه مارتن لاسارت بيسعى للتركيز على الجانب النفسي وتهيئه اللاعبين معنويا بشكل جيد. قال ان احنا بنبدا المعسكر من النهارده، عندنا كل هذه المقومات الكافيه للحفاظ على اسم وتاريخ وقيمه النادي الاهلي الكبيره على كل المستويات. مارتن لاسارت برضه عمل محاضره فنيه
طويله شويه للعيبه بيشرح فيها صن داونز بشكل تشريحي كامل علشان يحط الجميع في تجهيزاتهم الفنيه لهذه المباراه اللي هنرد عليها بكل التفاصيل الفنيه وايضا الاعلاميه. لكن زي ما المهندس عدلي اشار من شويه ما يخص نظام النادي الاهلي. الكل بيلتزم بنظام وتقاليد النادي، عشان كده ما حدث من لعيبه كره الميه. فريق الاهلي لكره الميه كان بيلعب مع الجزيره مباراه مهمه وحاسمه في بطوله الدوري. حدثت اشتباكات، حدثت انفلاتات كتيره جدا، خناقات، ضرب، خروج عن كل الحدود. اتحاد السباحه النهارده احال كل الاطراف للتحقيق. بس قبل ما اتحاد السباحه برئاسه الاستاذ ياسر ادريس ياخد هذا القرار، كان رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ياخد القرار مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي باحاله كل لاعبي الاهلي والجهاز الفني اللي كانوا متواجدين. الجميع يحالوا للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونيه في النادي، وبياكد رئيس النادي انه لا تجاوز بالمره، شوف بقى، ولا تهاون مع اي خروج عن تقاليد النادي وتمثيله. شوف يا استاذ ابراهيم، عشان الناس تفهم واولهم الموجودين داخل النادي الاهلي، منظومه النادي الاهلي، لم يقدم لفريق دعم كما قدم لفريق كره الماء تحديدا. جابوا له واحده من افضل فرق العالم عملت معاه معسكر مشترك هنا. وربما ده اللي اوحى ليهم ان لا، بدل ما انا عملت معسكر وسافرت بره عملت معسكر، لا ده انا كره بقيت زي بارتيزان. ما هو بارتيزان لا يوغوسلافيا اظن، ما هو بقت صربيا على ما مش عارف، في الصرب صحيح. اللي انا قصدي اقوله ايه؟ اذا يا اهالي السباحين والعاب الماء، يا اداره العاب الماء، قدم لكم النادي الاهلي ما لم تحلموا به وكل الدعم، وكان ينبغي عليكم يعني تعملوا مجهودكم والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. احنا بنلعب منافسين ايضا يستعدون، ما احناش بنلعب هوا. لما يحصل اساءه للنادي الاهلي اوعى حد فيكم يتصور ان التحقيق معاه لا يستوجب القمص والغضب، وانا ده انا ابن الاهلي انت بتنصر الغريب عليا، لا، لانك انت لما تشوف البيان بتاع نادي الجزيره الذي يكن للاهلي احترام كبير جدا، معظم اعضاء نادي الجزيره هم اصلا اعضاء الاهلي السابقين وبعضهم حاليين، لكنهم مجروحين في ناديهم وحصل خناقه. ربما يكون الاهلي على فكره ممكن يطلع في الاخر انه كان رد فعل، انا ما اعرفش التحقيق ينتهي الى ايه، لكن لازم تحقيق، لازم النادي. حسنا فعل الكابتن خطيب، وعلى فكره انا كنت في مكان ما النهارده والشخص كنت عند مدير احد البنوك وهو صديق لرئيس نادي الجزيره وكلمني قال لي يعني عمرو بيجا زارين وبتاع وكان مستاءه، لكن مكالمه الكابتن الخطيب له يعني حسنت الموقف جدا والراجل مقدرها. هو الكابتن الخطيب بيعمل كده ليه؟ لان اذا كنا مصدقين ان احنا نادي القيم والتقاليد، واحنا نادي القيم والتقاليد طبعا مش هنسمح لحد يخدشنا في الحته دي. طيب ايه اللي هيحصل في الحته دي تحديدا من مخالفات كره الماء واحالتها للتحقيق، وايضا تذاكر مباراه الاهلي وصن داونز؟ مؤكد ان كل الجماهير اللي عايزه تروح برج العرب عايزه تطمن على اجراءات بيع التذاكر، او كل الجمهور عايز يطمئن ايه درجه الاقبال على تذاكر هذه المباراه التاريخيه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، سياده العميد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا فندم، مساء الخير يا كابتن عدلي. اهلا يا مدير يا همام. الله يخليك كابتن عدلي، ربنا يديك الصحه. طيب طمنا بقى، حطنا الاول في الصوره فيما يخص مشكله كره الميه. مشكله كره الميه يعني كره الميه طول عمرها يعني انا اصلا لعيب كره كوده يعني. لا هي طول عمرها كده صحيح يعني، بس برضه هو طبعا لا فيه طبعا حدود، ويعني لازم كل حاجه ليها حدود. احنا طبعا الكابتن خطيب طالب تقرير مفصل وبيقدم النشاط الرياضي على كل النواحي، بحيث النهارده نبقى نشوف برضه كل واحد لازم ياخد حقه في الاخر. والنهارده اتحاد برضه السباحه كان بعد جواب عشان برضه هيحقق مع الفريقين كافه الاطراف الفرقتين طبعا الفرقتين يعني ما
ولكن في الاول وفي الاخر برضه هرجع اقول تاني، الاهلي ونادي الجزيره والاهلي ونادي هليوبوليس والاهلي ونادي الشام، يعني كل الانديه الوتر كله، خلي بالك الانديه الاتحاد السباحه اللي بتمارس لعبه كره المايه انديه يعني بتتعدى على الصوابع، ولكن كلنا يعني كل المجموعه اصحاب واخوات في الاخر، ودي بتبقى مشاحنات عاديه جدا وفي الاخر بتخلص، ولكن هي طبعا يعني الموضوع مثلا يعني ممكن يكون كبير، بس احنا في الاخر احنا بعتنا طبعا يعني النهارده لكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد برضه نفس القصه، وكان في اتصال بين كابتن محمود الخطيب ورئيس نادي الجزيره، في الاول وفي الاخر يعني كلهم اولادنا وكلهم ان شاء الله باذن الله هيبقى في تحقيق، ولا هيبقى في مخطئ، ما حدش بيتاخر، انت عارف كابتن عدلي والسوري ما حدش بيتاخر، النادي الاهلي ما حدش بيتاخر، وبالتالي برضه في الانديه كلها سواء نادي هليوبوليس او نادي الجزيره برضه ما حدش بيتاخر، احنا في الاول وفي الاخر بنلعب رياضه وبنمارس رياضه فيها مكسب وفيها خساره، ولكن المخطئ لازم هيتحاسب ان شاء الله يعني. تمام، نطلع من الميه بقى على الكوره. طمنا على تذاكر الاهلي وصن داونز. والله الحمد لله، طبعا في غرفه عمليات شغاله بتتابع على مستوى 27 فرع المسموحين في الست محافظات، وبتتابع جمهورنا وهم بيشتروا بيستلموا تذاكرهم او بيشتروا التذاكر من منفذ نادي سموحه. طبعا يعني امبارح الكابتن محمود الخطيب عمل اتصال مع المهندس فرج عامر، وكان معانا طبعا امبارح في النهائي، قلنا له بس في مشكله في استاد اسكندريه لان استاد اسكندريه في صيانه فمش هنقدر نبيع، قال نادي سموحه هو النادي الاهلي واعتبروه ناديكو، وبالفعل الناس موجوده من الصبح، يعني الناس بتتكلم وبتشيد، يعني بصراحه نادي سموحه بنتعامل اكن احنا في النادي الاهلي، والحمد لله لغايه دلوقتي تم بيع 6300 تذكره من المتبقي، كانت 9000 تذكره طرحناهم، لان باقي التذاكر 25000 تذكره الموحده اللي هي فئه 10 جنيه دي طرحت على بين السيستم وبين مفتي اسكندريه، ما فاضلش غير المتبقي هيبقى 2300 تذكره او 2500 تذكره، الناس هناك هتكمل بكره برضو تاني بدايه من 12 صباحا لغايه ما تنفذ التذاكر. اما ال 27 منفذ اللي هم بيسلموا التذاكر هم اللي شغالين برضو النهارده الحمد لله، والناس بتستلم التذاكر تباعا، وهو الحمد لله طبعا في اقبال غير عادي، في اقبال غير عادي يعني. اه طبعا انا شايف لو كان في 60000 كان هيخلصوا برضه. اه يعني على يعني انا وانا خارج من النادي الاهلي النهارده بقول لك يعني خرجت بصعوبه من الناس فاهمه ان انا عندي يعني تصور عن موضوع التذاكر او ان انا اقدر اعمل لهم حاجه، فحرص الجماهير واضح جدا جدا، وده بيعكس الثقه في النادي الاهلي يعني. وعلى كافة المستويات الناس كلها عايزة تروح تساند النادي الأهلي في مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله، ودي حاجة يعني ربنا يكتب. والأقاليم ده الأقاليم عاملين رحلات 27 محافظة كابتن عدلي، 27 محافظة، إحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل على قد ما نقدر والمتاح التذاكر الموجودة، وبنحاول نحافظ على جماهيرنا، والله يعني في تعب ومجهود من الزملاء اللي شغالين، لو الناس يعني تشوف الكلام ده شغال، بس هم برضه جمهورنا بيتعب، زي شايف النهارده الناس واقفه من الصبح لغايه دلوقتي عشان التذكره، والناس بتدور في كل حته، فربنا يكرم، وهي ان شاء الله هيبقى يوم باذن الله، باذن الله ان شاء الله يعني ربنا يعديه على خير، وان شاء الله يبقى في يعني اداء مميز للنادي الاهلي ان شاء الله. هو ده اهم حاجه. ان شاء الله يبقى في اداء مميز، عندنا ثقه كبيره جدا في جهازنا وفي لعبتنا، ان شاء الله يبقى في اداء مميز يرضي الجميع ان شاء الله. طيب في التنسيق مع الامن، هل في ضوابط معينه، في تنبيهات معينه تحب تقولها للجمهور اللي رايح؟ هو طبعا برضه الامن نفس القصه، يعني برضه احنا الموضوع احنا شغالين من يوم السبت اللي فات، احنا بقالنا اسبوع شغالين على كافه المستويات، مديريه امن اسكندريه طبعا استاد برج العرب، هو التعليمات الامنيه البوابات هتفتح الساعه 11 لاستقبال الجماهير 11، حددوا اربع بوابات للمجموعه المحدده، لان هم 25000 المفروض باذن الله هيدخلوا باب 5 باب 6 باب 7 باب 8، احنا بنرجو من الجماهير عدم التدافع، حافظوا على نفسكم اهم من اي حاجه، التزموا بتعليمات الامن، هيبقى في تعاون بين الامن مديريه امن اسكندريه وبين الامن الاداري، النادي الاهلي دافع بين من افراد الامن مع 5 من المديرين اللي موجودين عشان خاطر يتابعوا جماهيرنا، وهي بتخش يتابعوا الناس وهي بتخش من الصبح ان شاء الله باذن الله لحين نهايه المباراه، اهم حاجه سلامه الناس اللي رايحه المباراه دي اهم حاجه. بالظبط، عشان كده هيبقى في 5 بوابات عشان خاطر عدم التدافع، كل بوابه هيبقى ساعتها 6000 من جمهورنا ان شاء الله، طبعا تعليمات الامن اللي هما المعتاده فبعد اذنكم نلتزم بيها، نفس القصه بالنسبه لحاملي الدرجه الاولى هتبقى بوابه 3 مخصصه ليها، الفريق الضيف هيبقى مخصص ليه بوابه 10، والفريق الضيف احنا خصصنا له الثالثه يمين بحيث برضه يبقى موجود بعيد عن اي احتكاكات،
وهتبقى الثانيه والثالثه والاولى الشمال او الاولى يمين بالمقصوره دي هتبقى مخصصه لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون الاستاد بالشكل اللي هو يساند فرقتنا بنساندهم كلنا بالشكل اللي احنا عايزينه دون الخروج عن النص دون الالتزام بالهداف والتشجيع لفرقتنا فقط لا غير، وربنا يعديها على خير ان شاء الله تبقى مباراه جيده باذن الله. تصريحات دخول السيارات من بوابه 3 ولا من بوابه كام؟ بوابه 3 ان شاء الله برضه باذن الله. طيب غلق الابواب بقى الساعه كام؟ الساعه 5 مساء ان شاء الله الابواب هيتم غلقها. 5 يعني الناس بس. تكون حريصه انها تتواجد بدري شويه. تمام، ما هو بدايه الباب هتفتح الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 5 ان شاء الله باذن الله. طيب المجلس بكره رايح للفرقه اسكندريه ولا الفريق مركز مع نفسه وخلاص؟ لا هو الفريق طبعا انت عارف احنا امبارح كانت مباراه الحمد لله مع المقص وكانت نتيجه ايجابيه، وهو النهارده اتمرنت وسافرت على طول على المعسكر برج العرب والفريق خلاص المعسكر مغلق ما حدش هيشوف الفريق غير في الملعب ان شاء الله باذن الله. تمام، الاجتماع الفني بكره في حاجه معينه النادي هيطلبها ولا الامور ماشيه كويس؟ لا الامور ماشيه كويس، هو كابتن سالم حريص طبعا كان طلب زي ما الفريق عملنا هناك في جنوب افريقيا وبنتعامل معاهم بالمثل طبعا، وده حقهم وده النادي الاهلي، فاحنا كنا خدنا لهم 500 وكنا خدنا لهم 20 في المقصوره الرئيسيه، وده كان هم هناك كانوا ادونا 100 فقط لا غير و20 في المقصوره الرئيسيه، ولكن احنا خصصنا لهم 500 وال20 المقصوره الرئيسيه طبقا للتعامل بالمثل، وده اللي هيبقى الاجتماع الفني. اما الامور الفنيه طبعا دي بتناقش بقى عن طريق الجهاز الفني، ويبقى حاضر الاجتماع ممثل عن النادي الاهلي كاداره اللي هو هشام جنيد مدير اداره المباريات، والعميد علاء صلاح الدين نائب مدير فرع الاهلي بالجزيره، وطبعا ده هيبقى كابتن سمير عدلي اداريا، واكيد كابتن سيد هيبقى موجود معاهم ان شاء الله باذن الله. صن داونز البعثه بتاعته هتنزل في نفس الفندق ولا فندق تاني؟ لا لا فندق اخر، وهم موجودين هم موجودين بقالهم يومين. في فندق تاني غير فندق الاهلي. كابتن سمير عدلي يعني معاهم والحمد لله، يعني احنا بناهم وكابتن سمير عدلي معاهم وكل اموره مقصره الحمد لله. يا رب التوفيق بكره ويطلع بروفه جيده لقدرتنا على تنظيم هذه الاحداث المهمه، وربنا يعديه على خير. عندنا قدره يا كابتن عدلي، عندنا قدره، واحنا دايما بنقول عندنا القدره اللي احنا يعني بننظم مباريات، وعندنا قدره اللي احنا نحتوي جماهيرنا، وعندنا القدره للجماهير. لا انا اتحدث وعيني على كاس الامم الافريقيه، لان الحقيقه ما انا عارف يعني ما انا بقول احنا عندنا القدره، ولكن هو مش عايزين خوف زياده، مش عايزين تحفز زياده من الجمهور، مش عايزين تحفز زياده من الامن، عايزين الامور تبقى ماشيه طبيعيه جدا. ده في الاول وفي الاخر جمهور كوره، طول ما انت بتشجع في الرياضه بعيد عن اي اغراض اخرى، طول ما انت راجل واعي وذكي اللي فيه طيارات بتحاول تدفع بشبابنا في اتجاه غير مرغوب فيه تماما، بحجه اللي هو بيشجع رياضه ده مرفوض تماما، لازم يبقى احنا اذكى من كده، لازم نفوت الفرصه على خاصه ان محمد بيه ان الفتره اللي فاتت يعني استطيع ان اقول ان اتحاد الكوره قام بدوره وساعد وعايزين ننتهز الفرصه دي بقى، ان يوم ما يكون في مسانده نعترف بيها ونشيد بيها وما نحاولش ان احنا يعني نفسد نقلل من شأن حد، ناخد دايما نحط دايما اللي احنا في الجانب الاضعف، فاحنا هناخد حقنا. لا شبابنا المتحمس ما تقلقوش، في لوائح في قوانين في النهارده جهات بتتعاون مع بعضها بالظبط كده عشان مصلحه بلد وعشان خاطر مصلحه نجاح رياضه في الاول وفي الاخر، فما حدش يقلق. احنا اهم حاجه الجمهور لكل الانديه في المدرجات لتشجيع الفرق بتاعته ومسانده الفرق. انت امبارح شفنا بعد نهائي بطولة افريقيا وفوز فريق الطائره الكره الطائره، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واقف وسط لاعبين نادي سموحه مع رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر. صحيح، هي دي ده الرياضه، فيها مكسب فيها والله نادي سموحه مكسب. يعني يقدم للرياضه مجهود هايل يعني السنه دي عادي بصراحه. فرج عامر يعني ما بطلبش منه حاجه غير اقول لك لا النادي الاهلي عندي نمره واحد، فالراجل طبعا كتر خيره يعني، هو ده الروح الرياضيه اللي بتبقى موجوده. وكابتن محمود الخطيب برضه زي ما انت حضرتك شايف علاقته طيبه جدا بكافه الاطراف، طالما في النادي الاهلي قادر اللي هو بيساعد او قادر بيمد انديه بلعيبه عن طريق اعاره او قادر بيمد انديه بمدربين، لو حضرتك النهارده هتبحث في كافه الالعاب هتلاقي بنسبه 50 60% ولاد النادي الاهلي يا مدربين يا لاعبين موجودين. صحيح، النادي الاهلي اكبر قاعده فيها عناصر رياضيه ولاعبين، اما بتتكي تبدا النهارده بتتعاون مع الانديه الاخرى، وده برضو من شانه انت بتعلي اي لعبه، اي لعبه مؤكد مدرسه موثوق فيها مؤكد. صحيح، سواء مدربين او لاعبين. صحيح، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله بالتوفيق.
شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد طمن حضراتكم كتير على الاقبال الكبير على حضور مباراه الاهلي وصن داونز. لو كان اي عدد من التذاكر هيطرح كان هيلاقي فعلا هذا الاقبال، لكن هي في النهايه الساعه المسموح بيها ال 30,000 التذاكر تكاد تكون نفذت عن اخرها. يبقى باذن الله تعالى حضور الجماهير بالوعي المأمول يا باشمهندس. باذن الله جماهيرنا باذن الله هتقدم النموذج الذي يبهر مصر جميعا. ومصر مقبله على حدث مهم بكره ان شاء الله كمان الجمعه 8 مساء، حفل قرعه كاس الامم الافريقيه هنا في احضان الاهرامات. هتحتفل مصر مع الاشقاء الافارقه بقرعه البطوله الافريقيه كاس الامم الافريقيه اللي هتقام صيف هذا العام. لاول مره بتقام في الصيف، لاول مره هيكون بمشاركه 24 منتخب. فيها تفاصيل كتيره اكيد حضراتكم متابعين متواصل، لكن كان من ضمن الوفود المهمه في الحضور للقاهره لحضور هذه القرعه النهارده النجم التونسي الكبير الكابتن طارق دياب، حبيبنا حبيب الاهلاويه ده، نجم تونس في عصرها الذهبي في كاس العالم 78 ونجم الترجي الكبير. حرص الكابتن طارق دياب على زياره الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. التقاها اليوم في لقاء صداقه خاصه جدا، كان جاي معاه الكابتن وائل جمعه طبعا صخر الدفاع الاهلي ونجم التحليل مع الكابتن طارق دياب في البي ان، لكن كانت قعده دافيه جدا فيها طبعا ذكريات مشوار طويل في الملاعب بين كبار النجوم العرب. هو طارق دياب احد ايقونات الكره في تونس. صحيح، ايقونه طبعا رائعه يعني. صحيح، هو يعني انت عارف انا يعني متحيز لطارق دياب في الكوره في تونس، متحيز ل بودربالا عزيز بودربالا عزيز بودربالا في المغرب، اراهم يعني دول ورابح مجر في الجزائر ومجد عبد الله، يعني انت عارف هي الاربع خمس قمم عربيه ايقونات ايقونات كده في الجيل ده بالذات. فكان اصطحبوا الكابتن الخطيب في جوله في الاهلي في الشيخ زايد عشان يزور هذا الفرع اللي طبعا اكيد اول زياره له يدخل فيها النادي الاهلي في الشيخ زايد، ودار الحديث حوالين اوضاع الاهلي الكرويه والفرصه الافريقيه وطبعا قرعه كاس الامم الافريقيه بكره، لان هو جاي طارق دياب مدعو لحفل قرعه كاس الامم، فحب يطمئن على الاهلي ويطمئن على صحه الكابتن محمود الخطيب. زياره مرحب بها من نجم كبير، وهكذا يعني دائما الاهلي هو يعني بيحتضن كل القامات الكبيره وبيحترمها يعني. صحيح، يمكن الـ 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 النتائج بتاعه الاهلي وهذا الوضع خلت مجلس الاداره نفسه تحول الى ناس مشجعه بجد. الناس اللي اتفرجت على مباراه الاهلي والمقصه امبارح ذابت الفوارق والفواصل، محدش حس. لم ارى انه العامر فاروق بهذا التوتر، انه الوزير العامر فاروق نائب رئيس النادي عنده هذا التوتر ويقوم وكابتن الخطيب يبوس ايده ويحمد ربنا لما الاهلي سجل الهدف الثاني، والاستاذ خالد درندان وبص اعضاء مجلس الاداره فكروني باللقطه بتاعت اعضاء مجلس الاداره في الصاله المغطاه وهم بيتابعوا ماتش الباسكت تقريبا او الفولي. هو احنا في الاخر ايه؟ جماهير. المسؤولين كلهم في النادي الاهلي جماهير. وعايز اقول حاجه، المساله مش مساله ضغوط. انت شايف الماتش ده عنق زجاجه. يعني انا شايفه وكابتن خطيب مش عارف ان ده مش عنق زجاجه، وعارف ان عايزين نكسب عشان ننتظر بقى اي حاجه تساعد انفرادك بالقمه. ايوه، فانت جبت جول لكن قعدت تضيع في ظل تفوق بيبقى بيدي مؤشر اللي ضيع يستقبل. القاعده يا اخي ما بتجليش. صحيح، ف الجول مش راضي يخش. انت اما تشوف التعبير بتاع الاستاذ العمري فاروق هو بيشوح لها يا شيخ خش بقى مش عارف ايه بقى يعني ساتر ايه ده وما تخش يعني ضيعت 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 لحد ما جه جون الاطمئنان. والحمد لله سبق احداث المباراه قالت ان هذا الهدف كان هو بص على ذكر التضييع بص رمضان رقص كم مره. اي بس كان الرفع من هنا بس يعني هو بيرقص في اجاي يخرج له مستنيه يروح مدخله بيرقص فينا احنا كلنا عمالين نروح ونيجي معاه. لا يعني كنت حاببها السنه بدري، لكن رمضان صبحي يعني الشهاده لله
احد اولئك الذين يتفنون في الملعب في الفتره الاخيره يعني طبعاً. هو قدرات خاصه لا وشايل بمسؤوليه لا نضج صحيح لا كله الحمد لله اعتقد لسارت سعيد بمكاسب كتيره في هذه المباراه بس عارف لقطه الكابتن الخطيب بنت نور كتبت على الفيسبوك جمله عجبتني جدا بالتاثر ده برضو كمشجع حطت الصوره قالت الصوره اللي هزمتني بجد يعني حست فعلا بالانفعال واللحظه ان صوره عايز فيها عمق قوي كان رئيس نادي يحتفظ بوقاره لكن شاعر بقيمه الجون اللي جه بالظبط فبيحمد ربنا وده اللي حس بيها كمان الدكتور طه اسماعيل نسمعه قد ايه الضغوط اللي موجوده على كابتن محمود الخطيب لدرجه ان ما هو الوقت ده كان احنا ايه طبعا كابتن الله يكون في عونه راحت من عايز اقول لحضرتك حاجه في نفس اللقطه اللي هيجيبها دلوقتي على كابتن محمود الخطيب عايز حضرتك تبص على عمرو فاروق عمل ايه بص حضرتك شوف الخطيب استنى استنى عليه شويه شوف اهو بس ايده وشه وظهر دي ليها هزتني هزه بص حضرتك ضغط العمري عامل ازاي وقمح من ورا عامل ازاي يعني طبعا خلي بالك كمان المباراه دي جت اعقاب هزيمه غريبه ومصر كلها ماسكه في النادي الاهلي واللي بيشمت واللي بيفرح واللي بيلقح واللي بياخدك ويجرك لتحت واللي مسلط عليك الناس في التليفونات يعني اذا كان بيحصل معايا انا كده شوف الكابتن الخطيب بيحصل معاه ايه صحيح واعضاء مجلس الاداره لكن صدقني هي مش الضغوط بقدر ما هي المسؤوليه والاحساس بان اهميه هذه المباراه لان انا كنت خايف جدا بعتبرها ان هذه المباراه لو فزنا بيها يعني حققنا حاجه رائعه جدا انك بتخرج من احزانك وبتخرج من احباطك بفوز مهم يهدي اليك اخيرا الصداره منفردا والتي يجب ان نحافظ عليها حتى نهايه الموسم باذن الله تعالى ودايما في افراح واعتقد كل الأهلوية فرحوا بأبطال كرة الطايرة رجال اللي أضافوا كأس أفريقيا للرجالة مع بطولة الأنسات عشان يكون الأهلي هذا العام طائرة الأهلي بتحتل كل المجال الأفريقي رجالا وسيدات الأهلي بطل أفريقيا فاز في النهائي بجدارة كاملة على سموحة 3-0 في نهائي مصري رائع الحقيقة انتهت أشواطه 25-17 و25-23 و25-19 عشان يحرز رجال الاهلي البطوله الافريقيه للمره ال 14 اللي واقف ورا كابتن احمد الخطيب ده احمد عبد الدايم كابتن الزمالك في الكره الطايره ايوه وهو عضو اتحاد المصري للكره الطايره قائمه ابطال افريقيا من رجال الاهلي ضمت عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وعبد اللطيف عثمان وحسام يوسف واحمد سعيد وعبد الحليم عبو ومحمد عادل وعبد الرحيم سعودي ومحمد رمضان ومحمد معوض واحمد عبد العال ومحمود رؤوف ومحمد عبد المنعم وسيرجي بيرتسيف اللي احتفلوا زي ما انتم شايفين بكاس افريقيا وده الاهلي كل يوم بطوله تقريبا ومع هذا قال لك الاهلي بيغرق حتى عقبال ما يغرق الجميع بهذا الغرق يعني صحيح شوف سيبك من الكلام ده لان حتى هو طلع استاذ محمد شبانه يعني وجاب سيرتنا ويفسر الامر ان ده محض مهنيه يعني عايز اقول لك على حاجه شبكات اجنبيه اهتمت بده طبعا يعني سكاي نيوز عملت تقرير وقالت غلاف غرق الاهلي يفجر الانتقادات في مصر وقالت ان تسبب غلاف لاحدى المجلات الرياضيه في مصر في حاله من الجدل بعدما اتضح انه مجرد قص ولزق من احد الاغلفه الشهيره لمجله تايم الامريكيه وقالت سكاي نيوز أن مجلة التايم كانت نشرت في عدد سبتمبر الماضي غلافا يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مكتبه بالبيت الأبيض الذي انغمر بالمياه في إشارة إلى المشاكل التي تحاصره وقالت الغلاف تسبب في انتقادات كثيرة أبرزها اتهام المجلة بالسرقة وعدم احترام حقوق النشر وتحدثت صفحة جرائم في الديسك على الفيسبوك عن الواقعة وصفة إياها بفضيحة جديدة للصحافة المصرية وده اللي احنا قلنا لا نرجوه لا نرجوه لصحافتنا ابدا ما حد اقتباس ولا احتباس ولا كلام لا يا عايز اقول حاجه بس انا بس عايز اقول استاذ محمد وهو رجل والله بجد له عندي جزء
مهم يعني. أيوة. لكن لا ما اللي يجي ناحيه الاهلي انا ما لا لا اغفر له على حاجه لا, لا يا استاذ ابراهيم عشان انا باخدها من المنظور ده. فضل. خلاص انت خدتها من المنظور المهني وكنت رائع وانت كنت رائع في انك تقول له طب بدل مهني بقى ها لا اشرت الى المصدر ولا عند العلم الامريكي ولا في نفس الوقت شلت النقطتين على القاف الرقعه يعني يعني مليء بالاخطاء لكن ادي من الناحيه المهنيه. طيب من ناحيه إثيكلي اخلاقيه انت رجل ناقد رياضي ولك مكانه كراجل كنت رئيس الرابطه بتاعه النقاد الرياضيين وراجل عضو مجلس النقابه انا دلوقتي بقول لك وانت الان عضو مجلس اداره صحيح مهم صحيح وكنا متحمسين قوي انك انت ربنا يكرمك وبتتابعك بدقه بالتاكيد لكن يا استاذ محمد لما اقارن عندما خسر الزمالك ايوه ها تقوم تطلع غلاف تقول ما زلنا نثق لا تيأس لا تيأس او نثق فيه هو ده لا تيأس يعني دعم الزمالك ادي المهنيه يا استاذ محمد ادي الدور يعني اشمعنى اشمعنى بقى مهنيتك تيجي علينا الاهلي يغرق عشان خسرنا ماتش ما ده كان اربعه وهنا خمسه مش فارقه يعني واخد بالك ولو حطينا جورماهي قدام سان داونز لا ده سان داونز يدي جورماهي خمسه واخد بالك يعني فانت مش لا دي كانت مشاعر يا استاذ محمد ما نترجمهاش غير كده او فاتت عليك وكنا نقبل هذا يعني كنا نقبل نقول لم اقصد ان انا ادوس على مشاعر احد وكنا نتوقع بصراحه انا توقعت كده لكن لقيته بمنتهى البساطه بيطلع يقول لك ملك كتابه وقال وانا بعزهم اتكلم باحترام واحنا لكن على فكره يا باشمهندس وده اللي انا اشرت اليه وبناكد عليه احنا مش معنى ان احنا نقف عند خطا مهني او رياضي لاي زميل وليه تجرحنا انه ده على حساب علاقه شخصيه على الاطلاق وبعدين انا كل واحد فيهم له معانا من العلاقه الشخصيه في العمق ما يكفي طب عملت انت الايحاء ان النادي الاهلي يغرق بتغرق الشعار ليه لا دي مشاعر يا استاذ يا استاذ محمد طلبت في منك في يوم من الايام انك تحقق في واقعه ويعني وعدت يعني قلت لي حاضر وما حصلش طب ما تحقق ازاي انت تعتدي على لا ده شعار زي انت ما تهين اتفضل انت بتهين الشعار النادي الاهلي انت مش بتتكلم على واقعة مباراة كده انت يعني انت قلت حاجة يكفي ان لو حد غلط اصل ده اجتهاد في ضوابط معينة ما توقعتش وسعت مني لا يعني اصل فكرة ان انا برضه مش عايز استخدم لفظ بسرق لا انا بسرق فعلا بسرق عمل صحفي لحد تاني مهما حاولت ان انا استخدم الفاظ لكن هو فعلا في جرائم المهنه هي دي ممكن يكون خانوا التقدير او الزميل اللي عمل هذا التصميم خانوا التقدير لكن الخطا فين بقى لما الاقي الحرص على المعنى الغلط بمعنى ما دام حققت الانتشار وكله بيتكلم عليها يبقى نجحنا هي دي بقى لا يقدر ينجح بطريقه تانية عارف لو حطيت راقصه ستريبتيز على الغلاف هتعمل انتشار برافو عليك مره بيعملوا حوار مع شكوكو فنان شعب كبير فكان حد قال له ان توفيق الحكيم الاديب البارع الكبير لقح عليه كلمتين فشكوكو قال لك ايه انا اشهر من توفيق الحكيم وده حقيقي خليني انزل الشارع مع توفيق الحكيم وده حقيقي وقتها بص بقى خل شكوكو قال لك انزل انا وتوفيق الحكيم الشارع ونشوف الناس هتبص على مين فينا فراح حد قال لتوفيق الحكيم ده شكوكو بيقول كذا قال لهم لا بسيطه انزل انا وهو وواحد ثالث يبقى قال عملت هيسيبونا احنا الاثنين شوفوا الناس هتبص على مين فمش معنى اهتمام الناس او القاء الاهتمام بتاع الناس على حاله معناها ان ده معيار نجاح او معيار تميز الصحف الاثاره وصحف الصحافه الصفراء عموما في العالم يعني تمنيت حاجه زار كنت رومانسي فيها ان يظهر اي شيء من الاهرام او يظهر على لسان الاستاذ محمد شاهين الاستاذ محمد شبانه ما يشير ان ده يعني ما كان مقصودا به استفزاز لا الاهلي ولا جماهيره ولا الاعتداء على رموزه ولا اعتداء على شعاره لكن للاسف الشديد ما لم يحدث وده برضو يدهشني لكن عايز ارجع للفولي انت 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 لا ما تسلقنيش اصل انا بتوقف عند الفولي ليه
احنا عشنا وشفنا فرحة الزمالك في كرة اليد وهي فرحة مستحقة طبعا، لأنها مباراة كبيرة قوي قلبت الهزيمة لفوز في 10 ثواني صحيح، عن طريق لاعب كرس خبرات السنين انه راح ناحيه اللاعب المحترف الاجنبي اللي ما يعرفوش وعمل دريبلينج. انت لو جبت مدافع في النادي الاهلي ساعتها ما كانش هتتعمل فيه دي، لان اصلا مصطفى، انا اكلمك بقى، مصطفى الاحمر ده بك رايت، فبيشوط بايده الشمال، فاما يروح ناحيه الشمال يبقى هو ناوي على حاجه. فكنت اتمنى ان يحصل ان لعيب مصري يدافع عليه، ما كانش هيسمح له انه يعمل فيه. لكن اما وقد حدثت ونجحت الفكرة، لازم يهنى الزمالك ولازم يحتفى بمصطفى الأحمر كما لم يحتفى بأحد. يعني هو طلع أنه هو ميسي كرة اليد. طيب مين مارادونا بقى كرة الطايرة؟ مارادونا المصنف، المصنف العالمي اللي خد أفضل ضارب في العالم وقت ما، أحمد صلاح، صلاح خد أحسن لاعب. ولكن هذه البطولة وريتني لاعب، يا استاذ ابراهيم انا بتفرج على الماتش بتاع السيمي فاينل اللي قدام الفريق الليبي السويحلي، السويحلي، وبشوف احنا بنتراجع وخسرنا الشوط الثاني ويتقدم في الشوط الثالث ثم يدفع باحمد سعيد. رجل او لاعب مش طويل القامه ولكنه لم يخطئ في ضربه. وبعدين سالت قالوا لي اعلى واحد جاب ابناط في البطوله، في البطوله دول احسن ضارب. هذا لاعب البطوله دي بطوله احمد سعيد بصراحه، يعني لان قدمت لاعب جديد، يعني ده احمد سعيد وده احمد الاحمر، واحمد الاحمر لا واحمد ابن صلاح، ابن مصطفى الاحمر واحمد صلاح، واحمد صلاح، ما انا بقول لك يعني احمد واحمد. فاحنا انا ليه عايز اقول كده؟ ما احنا كمان نفخر بنجومنا، صحيح، بتهاني توسن اللي مش ما اتكررتش، صحيح صحيح، باحمد صلاح اللي ملوش نظير، بعبد الله عبد السلام هذا المعد اللي في يعني بيبهر الناس بابداعاته في الملعب، نجم جديد ظهر في البطوله دي، يا رب الاسم بس، لا ده لعيب هايل، انا اسف يا ابني والله كنت فاكر اسمك وانا داخل، عشان خد احسن حق صد في البطوله وهو ناشئ من ناشئي النادي الاهلي. لا هتقول الاعداد والنبي يقول لي اسمه عشان ما يصحش ان انا مش حسام، مش عارف يعني الاعداد يجيب لي مين اسم. انا هقول لك القايمه الشرف، لان الحقيقه كلهم يستحقوا، اللي خد احسن كلهم يستحقوا، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وعبد اللطيف عثمان وحسام يوسف واحمد سعيد وعبد الحليم عبو ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي ومحمد عبد الرحمن سعودي ومعوض وعبد العال ورؤوف، يعني جميل جميل بقى. هقف عند عبو، عبد الحليم عبو احسن حائط صد سعودي، عبد الرحمن سعودي هو احسن حائط صد اللي لعب في البوزيشن بتاع عبد الحليم عبو. طب ليه؟ عبد الحليم عبو كان عامل عمليه والمفروض انه هيعمل عمليه ثانيه، وتحامل على نفسه لحاجه الفريق اليه. بلدياتك عبو صح؟ من كفر زيه لحاجه الفريق اليه وهيعمل عمليه، يعني وبيلعب وهو مصاب اصابه مؤلمه في الركبه. فطبعا لا، الفريق ده مليء بالاسرار ويجب ان يقدم صح. يقدم صح. طيب على ذكر نجومنا اللي مشرفينا ونجوم الرياضه يا جماعه اللي بينجحوا بالذات الموهوبين قوي، يعني لا غضاضه ابدا ان انت تحب لاعب زي احمد الاحمر نجم الزمالك في كره اليد، هو في النهايه مكسب لمنتخب مصر في كره اليد، او احمد صلاح او عبد الله عبد السلام قدم طبعا كل نجومنا نحتفل بكل بقى كل الانديه احنا بقى، بس يكون الاحتفاء بالكل زي احتفائنا وفرحتنا بنجمنا العالمي الكبير محمد صلاح، مع كل تألق له مع ليفربول الشارع كله بقى بيحب ليفربول. بالمناسبة ليفربول منذ لحظات طلع بيان خصيصا بيستهجن فيه هتافات التمييز العنصري اللي بتصدر في بعض المدرجات ضد محمد صلاح، وقال ليفربول في البيان بتاعه: الفيديو الذي يتم بثه عبر الانترنت والذي يعرض هتافات تمييزية خادعة تستهدف أحد لاعبينا خطير ومقلق للغاية. بالفعل هذا الموسم شهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وبجميع أنحاء العالم.
إساءة تظهر في المجال العام، وكذلك لقد ظهرت العديد من الهجمات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يطلق على هذا السلوك سلوك تعصب، وواضح يعتقد ندينا أنها مسؤولية من السلطة، ويجب القيام بالإجراءات الصحيحة والتصرف بشكل عاجل لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية وتعصب ومن ثم معاقبته. لا يوجد أي مكان لمثل هذا السلوك في كرة القدم، ولا يوجد مكان في المجتمع بالكامل. إن الجرائم من مثل هذا النوع ضحاياها ليست فردية، يعني عايز أقول لهم مش بس الضحية محمد صلاح، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك إجراءات حاسمة للتصدي لها. لذلك يعمل نادي ليفربول مع شرطة ميدرسي سايد للتأكد من الحقائق حول هذه اللقطة بهدف التعرف على الأفراد الذين يظهرون في الفيديو. هو ده بقى بالإضافة إلى ذلك بقى. نحن نعمل مباشرة مع نادي تشيلسي لكرة القدم في هذا الشأن، نشكرهم على إدانتهم والتزامهم بالعمل بشكل عاجل لتحديد هوية أي شخص مسؤول. نقف هنا. أيوه. حتتين الأخرانيين. آه. إنك أنت مع الشرطة عايز تعرف مين الجاني. أيوه. وهيعرف. أيوه. وتشيد بتشيلسي المنافس المتضامن اللي هو صدر من صفوفه الهتاف. محدش بقى راح في تشيلسي أوح. مش أوحى، مش مقاوحة يا أستاذ إبراهيم، الموضوع مش موضوع مقاوحة، مقاوحة دي مع الناس الحاجات البسيطة. أيوة. يعني الأستاذ محمد شبانة لما يقول لك ده دي مهنية أقول له أنت بتقاوحني. لكن لما واحد يهين الناس وينتهك حرمات والناس تفخر بيه، مصيبة. دي مصيبة. وثقافة يتم غرسها صحيح. في المجتمع لتسري مسرى النار في الهشيم والسرطان في الجسد. واحنا لا يتحرك احد، يعني دي المصيبه، ان واحد يجرؤ بوقاحه يحط تليفونات ويقول لهم تليفون فلان اهو، يعني بسك عليه يعني. فتنطلق الكلاب مسعوره. البسك عليه وتحاول انك تسيء. ما هو اللي ياخد التليفون ده عشان يتصل ويسيء لصاحب التليفون ده كلب. ما هو يتوصف بايه؟ صحيح صحيح، واخد بالك؟ صحيح، سلوك غير انساني بالمره. وهيجي طالما في مباحث انترنت وفي يعني عرفناهم يعني. تمام. فالفكره كلها التجرؤ. انا ما كانش يعنيني قبل كده ان واحد يعني يشتمني، واحد انما توصل انك انت تبتدي تسجل وتعمل فخوخ وتبعت ناس تتصل، وما انت ممكن تمشي تراقب الناس وتمشي وراها وتالف وتفبرك وتقص وتلزق هذا كلام خطير. ده واحد شتم في مدرج انجلترا مقلوبه. لان الناس دي ما زال عندها سلوك احساس باهميه الغلطه. ما فيش حاجه اسمها غلطه صغيره، اذا غلطه بتمس قيمه لا هي غلطه كبيره. والله انا امبارح انت برضو بتمس حاجه ليها ظلال فعلا في الواقع. السلوكيات الجعجعه العاليه قوي اللي انتوا بتشوفوها في الوسط الرياضي، ما انت دي سلوكيات وانماط سلوك بتتصدر للشارع. امبارح كنت في اشاره من الاشارات وحد برضه بيرتكب نفس الطريقه في الزعيق واللي عارف انت ياكلك البلطجه الصوتيه للناس. فاللي معايا قال لي بص، ما الرياضه اللي بتعمل ده؟ هي طبعا ما ده مشهد هم بيشوفوه بالليل على القنوات وبيعتبر وبيلاقي حد الناس ساكت استحسان. فانت عمال تغرس في قلب المجتمع سلوكيات فعلا بغيضه جدا وبيتسكت عليها. فارجع بثلاث اشهر انا قلت ايه؟ قلت في الوقت اللي الدوله من اول سياده الرئيس لحد المسؤولين عن التربيه والتعليم بيحاولوا يزرعوا بعض القيم والسلوك القويم في المدارس. بالظبط. وينقلوهم لمراحل انه يخشوا بتابلت ويمتحنوا مش عارف ازاي ويحترموا العلم ونشيد العلم ويهتفوا لمصر. في الوقت اللي انت بتبذل كل هذا المجهود لقطه واحده في ملعب او في مدرج تمسح لك كل ده وقلت هذا الكلام. صحيح. بالمناسبه الشوارب بيعرض لك ده البيان اللي صدر من ليفربول على صفحته. ايوه. عقبالنا يا رب. عقبالنا يا رب لما ننحاز للسلوك، عقبالنا يا رب لما نفهم الرياضه صح، وعقبالنا يا رب لما نفرح يوم السبت بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. هي فرصة
للتأكيد على الكبرياء، وهذا يكفي، لأن أنا في تقديري أنه لو قدرنا نتعامل صح مع مباريات السبت إن شاء الله تعالى هتسير الأمور على أفضل وجه، وهنسقف للاعبتنا ونحتفل بيهم ونحتفي بالفريق بعد المباراة أيا كانت عدد الأهداف اللي ممكن تسجل أو النتيجة اللي تنتهي بها المباراة. خلينا نعترف بحقيقتين ثلاثة. الحقيقة الأولى أنه النتيجة الأولانية تقيلة قوي، تقيلة جدا، اتصعبت بشكل مش طبيعي. تخسر بره الأرض 5-0 نتيجة مش طبيعية، بالذات لأنه كان فيها أداء سلبي جدا مفيش مجال للخوض فيه. إذن عليك العودة، عليك التصحيح. أنت بدأت تجهز كل أوراقك الفنية، بدأت تعمل إعداد نفسي وتأهيلي على درجة عالية جدا. كل ما تم من اجتماعات لمسؤولي النادي مع اللعيبة والجهاز الفني رفع درجة الإصرار والعزيمة عند اللعيبة، اللي خلت الكل أرى الكلام ده في وشوش اللعيبة امبارح في مباراة المقاصة. الكل فعلا في درجة تركيز وتنمر واستنفار عالية جدا، منتظرين يوم السبت. هنا ده في حد ذاته في علم النفس على درجة التأهيل، اللعيبة جواها من الدوافع ما يكفي. هذه الدوافع عشان تنفجر بشكل إيجابي لازم أن تكون مصحوبة زي ما في إصرار شديد وفي تركيز شديد، في هدوء كمان. الهدوء اللي يقدر يخلي التركيز ما يروحش التوتر، اللي يخلي الإصرار ما ينتجش عنه تسرع ولا صربعة، لا، الهدوء العالي اللي بيخلي القرار يطلع صح، الهدوء اللي يخلي اللاعب في كل موقف هجومي بيتصرف صح، مع كل فرصة سانحة بيستغلها كويس، مع كل موقف دفاعي بيقف صح. كانت مشكلة من مشاكلنا في المباراة اللي فاتت الحقيقة التمركز، أخطاء بديهية جدا الكل وقع فيها عشان ما نلومش حد. بس قول لي بالله عليك دي مش ضربة جزاء ازاي؟ بالله عليك بس ايه ايه العنت اللي فرقة تانية كل لمسة ضربة جزاء؟ ده دايس على رجله زقه، شايف؟ هنيجي وشايف الزاوية يا اخوانا، مش ممكن والله. هنيجي المضمون وتحليل مباراة المقاصة. محدش عايز يديلك مباراة حقك تبقى ماتشاتك سهلة، لكن مباراة صن داونز العنوان الرئيسي ليها، ويمكن ده كان منشطة المجلة النهاردة، الكبرياء. الكبرياء ازاي فعلا يكون الهدف العام من هذا اللقاء؟ الكبرياء، الكبرياء للعيبة ان كل واحد فيهم يثبت انه جدير انه يمثل النادي الاهلي. الكبرياء اللي يخلي جمهور الاهلي فخور بفرقته وهو في المدرج بيسانده مع هذا الاقبال الشديد على تذاكر مباراة الفريق فيها متأخر 5، وزي ما قال العميد محمد مرجان لو التذاكر المطروحة 3-4 أضعاف ما هو مسموح به كان هيلاقي ناس تاخده. الكبرياء اللي يخلي كل واحد أهلاوي عايز يطمئن على سلامة شخصية البطل، نعمل كل اللي علينا من هنا ومحدش يأثر في حق الأهلي وفي حق الحفاظ على الكبرياء اللي هو القيمة الفعلية والحقيقية للأهلي، وبعدها فليقضي الله أمرا، اللي ربنا كاتبه هيكون، بس المهم ما تأثرش. وقت لما ما تأثرش نبقى مؤمنين وواثقين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. المهم أن نحسن العمل، المهم أن احنا نركز ونعمل اللي علينا، وكل طرف ما يأثرش في حق الأهلي. لو كل واحد بذل ما هو مطلوب منه بشكل حقيقي ومخلص بإذن الله تعالى التوفيق هيكون حليفنا يا باشمهندس. هو الكبرياء والهيبة مرادفات لمعنى قريب من بعضه، مش نفس المعنى. وإن الأهلي يظل في عين الآخرين هو النادي الكبير قوي اللي الناس استغرب باستمرار إزاي حصل الكلام ده معاه. أيوة. يعني أنت أنت مثلا ريال مدريد بيلعب أياكس خسر 4-0، لأنه ريال مدريد الناس مستعجبة هو إيه اللي حصل؟ رغم إن الملعب بيقول أيوة عن جدارة، أيوة زي صن داونز. فهي الفكرة كلها، أنت تاريخك كله بيتركز أحيانا في لحظات، لازم تدافع عن هذا التاريخ، تدافع عن نفسك، تدافع تقدم مباراة
بتقول للناس لا انا قدراتي مش ده انا حد تاني. ايوه انا مش ده. انا مش ده، وفي الحاله دي مقبول منك اي حاجه بعد كده، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، المباراه 6 مساء في استاد الجيش في برج العرب، طاقم حكام من جامبيا. بس يا استاذ ابراهيم، انا في حاجه بس جسامه. رجعنا تاني للاصابات الغير مفهوم، مالناش دعوه بالجهاز الطبي ولا الاعداد بقى. يعني النهارده سعد سمير يطلع عنده تمزق داخلي في الغضروف في الرباط الداخلي. ندفد نسينا حاجه اسمها يعني اللي هي الغضاريف، تمزق في الغضروف. نسيناها الاصابه. دي ندفد يقعد له شهرين ثلاثه كمان، ودي اصابه بايخه. طبعا جدا. يعني الصليبي خطر، لكن لو تعالج خلاص ملوش تداعيات. دي من الاصابات المقرفه. حمدي فتحي يعني لسه لاعب بس الحمد لله كويس. انما يخرج مصاب. بص يا باشمهندس، اخونا في عمنا من الوسطى امبارح هو بيناقشني ومجهز شغله كويس في الجزئيه دي. عدد المباريات اللي انت بتلعبها، ايوه، دي يسمح غير ادميه. يسمح بده. انا قعدت اتخيل التواريخ، واحنا لعبنا مع ماتش الزمالك يوم 30 مارس، ولعبت بره 6 ابريل، دول 8 ايام فقط من 30 مارس ل 6 ابريل. انت متخيل الثمان ايام تلعب فيهم 3 ماتشات؟ لا، المده البينيه 8 ايام. هم 8 ايام بينهم 6 ايام. مش 8. انت متخيل بالظبط؟ انت متخيل تلعب ماتش القمه بكل ما فيه من مشاكل وتوتر ووحل ونقل وكلام من ده، يوم 2 تلعب 30 وتلعب 2؟ لما قلنا الكلام ده ياخدوا الكلام يحرفوه. تسافر 10 ساعات لاطراف الجنوب، ادنى جنوب القاره، عشان تلعب ماتش مع سان داونز يوم 6 ابريل وترجع، فتروح لعب المقاصه امبارح وبعد بكره مع سان داونز، هتلاقي نفسك تاني رجعت في ال 15 يوم او 14 يوم 5 مباريات. ده معدلات، والاهلي ماشي على هذا النحو. طيب، بقاله فتره طويله جدا. هل احنا لما نقول كده نبقى بنعلق شماعه؟ احنا بنقول واقع بس. اصل هي الحاله البدنيه ما كانتش طبيعيه. ايوه، دي هزيمه حاله بدنيه اثرت على الاداء وعلى التفكير. ما هي مش طبيعيه ان كل الفرقه تبقى وحشه. ايوه، وبعدين يا اخي ده تحليلنا. في ناس تانية انت مالك ومالي؟ حد له وجهه نظر تانية ماشي. لا اصلا انت مش معني بيا، انت 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 مسؤول عن 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 كيان منافس. ايوه، مش من حقك تعلق على اللي انا بقوله هنا. أيوه، الا اذا جبت سيرتك. ايوه، لان انا ما بطلعش وانت مثلا بتشرح تقول يعني حاجه غريبه جدا. هذا شانك. وما علينا، انما بقى انك تاخد كل شيء من سياقه وتركز عليه، هنا الغرض يا استاذ ابراهيم. اللي شوف، انا كنت سعيد، انا بقول لك انا سعيد ليه؟ عشرات المكالمات بقى من زملكاويه واهلاويه لما لقوا تصرفات الصغيره اللي انا بوصف منها تصرفات غير محترمه. خلت البعض بسك عليه ينهشوا في عبر المكالمات ويقولوا الفاظ ويتكلموا ما علينا يعني. خلت بقى زملكاويه واهلاويه يكلموني يعتذروا لي ويسردوني ويقولوا لي ما يهمكش. على قله الادب اللي والله وزملكاويه. طبعا طبعا، ما اي حد محترم مش هيرفض مش هيقبل الكلام ده. هو انت انا يعني واحد قلت له طب انت يعني هو انت دلوقتي كده سعيد كلمتني يعني وقلت كلمتين وواد عفريت قوي وانت فلان فلان ورحت قايل كلمتين يضايقوا الواحد كده هتنام انت مبسوط؟ طيب الحمد لله ان انا كنت ساهمت في مزاجك العالي ده. ايه الهدف؟ هو انا ما اقدرش اشتم واقفل واعمل؟ اقدر، بس انا مش متغاظ، انا مستهيف ومستعجب. مستعجب ان في ناس وظيفتها في الحياه انها تتكلم وتسجل لغيرها وتعمل تصورات كده. وبعدين ابتدوا ايه؟ محمد فارس مثلا. يجي هنا ضيف عندنا يستهدف؟ لا، ده فارس حكى حاجة على الفيسبوك. محمد فارس واحد من شباب السوشيال ميديا الجمال قوي الحقيقة.
هو وقيشه قال لك في اتصل بينا واحد عشان طلعوا في مصري. ازاي طلعوا لقناه الاهلي؟ لا مش ازاي طلعوا، ده اتصل بيهم وقال لهم في قناه جديده ايوه عايزه تتعاقد مع شباب في السوشيال ميديا فعايزينكم. ما هو ليه؟ واحد هيكلمكم. هو خاف منهم لما لقاهم طلعوا يبقوا كوادر. فقال لك اهمدهم بدري بدري. لا هو قال لك عايز بقى يصطادهم في حاجه تاني ويسجل لهم. ايوه. فهيجي لكم عقد، طب هتاخدوا كام؟ طب مش عارف ايه؟ طب وهكذا. وفي الاخر محمد فارس قدر يقرا المشهد. لا يفقس اللي متصل، قال له ماشي يا هاني يا ادريس. انت كده اتعرفت قوي. طب ما نشوف محمد فارس شارب بيقول لي الفيديو جاهز نشوفه. الو الو استاذ علي معايا؟ اه معلش يا استاذ علي كان معايا حاجه، معلش انا اسف. طيب انا ما فهمتش بقى منك، يعني انتوا محتاجين ايه مننا دلوقتي؟ محتاجين نقدم برنامج ابتدى انا عايز من اول وجديد. ماشي انا عايز اعرف ايه المطلوب بالظبط؟ هنقدم برنامج اسمه برنامج اهلاوي. تمام. ومشجع النادي الاهلي، مشجعين النادي الاهلي. البرنامج دوت 4 ايام في الاسبوع. مش محتاجين منكم حاجه، احنا محتاجين اننا ان السوشيال ميديا بتاعت الاهلي تبقى هي اللي بتتكلم عن الاهلي. سالنا في مصر عن اكثر من الناس اللي ليها متابعين على السوشيال ميديا، لقينا حضرتك. عرضنا على حضرتك العرض. حضرتك لو حضرتك مش مرتبط باي قناه ثانيه احنا تحت امر، لو حضرتك مرتبط باي قناه ثانيه مش هينفع التعامل معانا، لاننا احنا عايزين واحد متفرع بالقناه عندنا. يعني انا لو في قناه النادي الاهلي ما ينفعش اظهر معاكم؟ لا. لازم اختار بين قناه النادي الاهلي وما بينكم. انت حضرتك متعاقد مع قناه النادي الاهلي حاليا؟ ما انا بسال حضرتك، لو انا متعاقد لازم اختار يا قناه النادي الاهلي يا الظهور معاكم انتوا، ما ينفعش مع الاثنين. انت من وجهه نظرك ينفع تلعب مع الميلان والانتر في نفس الوقت؟ لا انا العب مع قناه النادي الاهلي حتى لو ببلاش. ماشي خلاص ده اختيارك. دي وانا ما دي حاجه انا بقول. تاني حاجه، هل انتوا لو هتعملوا برامج هيكون في حاجه للزمالك في القناه؟ انت اخترت انت قلت لي احنا هسال مع قناه النادي الاهلي حتى لو ببلاش. ما انا عايز اقول لك حاجه بقى مهمه برضو نظبطها، يعني حتى لو انتوا هيبقى لكم حاجه للزمالك في القناه؟ هيبقى طبعا حاجه للزمالك في نفس القناه. نفس القناه. طيب هل مثلا هنعمل حاجه عن مثلا قصه حياه وائل عزت؟ وائل عزت ما عنديش اي معلومات عن وائل عزت. لا صفحه ايطاليا زملكاوي اتكلمت عنه يا هاني يا سمير. مين وائل عزت؟ هاني يا سمير انت وانت رايح كنا احنا راجعين يا بابا، ولما تيجي تعمل مقالب على اهلاويه نشن على اهلاويه صح. ماشي يا حبيبي، بالشفا يا هاني سمير، بوس حبي. انا قلت هاني دريس لان هاني دريس ده حد برضو حد محترم جدا ملوش علاقه هاني سمير، لانه الحقيقه محمد فارس فاز المسألة بشكل واضح جدا وقدر يعرف الملعوب اللي المهندس عدلي بقاله شهور بيشير إليه. مكالمات من هذا النوع لأطراف واضح جدا إن هي بتلجأ إن هي تاخد كلمتين، ما مش فاهم برضو إيه الهدف في النهاية، لكن أعتقد كان فارس هي بس أنت كمية الشر اللي تخلي بني آدم حتى افرض إنه هو عايز يوقعه في حاجات مش صح. الحمد لله وبيعفي ناس ما تعرفش غير الصح. طيب انت مكرس حياتك انك تروح تنشن على 4 5 6 تتعقبهم وتكلمهم وتبيع لهم القصص دي مره واثنين وثلاثه وبعدين تروح ناشر اكنك يعني عملت سبق او عملت يعني عايز يقول ان الشباب دول لما اتعرض عليهم عرض سابوا الاهلي. وافرض ان الشباب دول افرض ان القصه حقيقيه. من حقه يدرسها.
ومن حقه ياخد قراره. انت بتحوله لواحد محترف. هيقول لي انا يعني وياخد قراره بعد كده. يجوز يشوف ان هناك هيفيد الاهلي. قال له انا اشتغل في الاهلي ببلاش هو. يعني بصرف النظر عن كده، ليه انا اضيع وقتي في ابتكار الحيل الشريره دي؟ حيل يا استاذ ابراهيم بتخش بيوت الناس، بتتلصص على تليفوناتهم. هذه مساله شديده الخطوره، ويجب على الاجهزه المعنيه الاهتمام بالبلاغات اللي تروح لها. البلاغات العبره ان الناس تقدم بلاغ. الناس للاسف بتتكلم في الاعلام، لكنه انا متاكد انه لو في بلاغات فعليه اخذت الشكل القانوني الكلام ده بيتجاب في ثواني. يعني عندنا من الاجهزه الامنيه والاجهزه بالشكل الالكتروني ما يكفي انها تقدر تقفش كل ده في اسرع وقت ممكن. بس المهم اصحاب البلاغات يكونوا جادين في التعقب او في تقديم بلاغاتهم. نرجع لمرجعنا، ومرجعنا مهم جدا ومرتقب، الاهلي وصن داونز السبت، رسائل مهمه للعيبه. واعتقد لما يكون الكلام من الشيخ طه اسماعيل بخبرته واهلويته وقيمته تبقى روشتته ليها قيمه. ان الخساره اللي خسرها النادي الاهلي 5-0 من فريق صن داونز حصلت مع انديه مصريه، خسارات زي دي بنفس النتائج مع انديه افريقيه، والنادي الاهلي كسب النجم الساحلي 6، حصلت مع انديه عالميه، ريال مدريد خسر من السنه دي، خسر من اياكس 4-0 في ملعبه وخرج من بطوله وهو حامل اللقب 3 سنوات متتاليه و13 مره صاحب الرقم القياسي. تشيلسي خسر 6-0 من مانشستر سيتي، ودي نتيجه غير طبيعيه بالمره. فبتحدث مثل هذه النتائج، انا ما بقولش ده كمبرر، بس انا اقول دي موجوده في كره القدم. صحيح في الاول بتبقى بتعز علينا، لكن برضو زي ما بقول لو كانت هذه النتيجه الناس زعلانه منها، النادي الاهلي زعلانين منها انها هتتحط في الريكوردز بتاعته، بس هتتحط جنب ريكوردز كبيره جدا، بطولات الدوري عام 40 بطوله، بطولات كاس 36 بطوله، بطولات افريقيه 7-8 بطولات، ابطال الكؤوس 4 بطولات، الكونفدراليه بطوله، البطولات العربيه، يعني في انجازات عظيمه جدا، ولا يضيرك انك حصل حاجه زي دي. بنزعل كلنا فيها، لكن دي سنه كره القدم وبتمشي على كل الناس في العالم كلها. فالمهم انك انت تخرج منها قوي جدا وتقدر تقف على رجلك بشكل كويس وتلعب المباراه القادمه بروح عاليه جدا، روح ان انا افوز. صح. جول عايز افوز، الثاني الثالث، لما احطش في مخي ان انا عايز اجيب 6 جوال مش هجيب، انما لو حطيت في مخي ان انا بنزل عايز كل فرصه تجيلي بجيبها، ممكن ابص لنفسي وصلت الدرجه قد توصلني، ولو انها عمليه مش سهله زي ما بنقول، لكن موجود في كره القدم كل شيء. ما وصلتش يبقى على الاقل ان انا فزت على هذا الفريق واسترضيت كرامتي باي نتيجه من النتائج. طيب الدكتور طه يعني بيلمس النقطه والناحيه الايجابيه، لو تعمدت ان انا فكره العداد وانا نازل احنا نلعب المباراه دي بهدف ان احنا نظهر قدراتنا والفارق الموجوده على ارض الملعب. والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام طبعا بان يبقى في هدوء، لان الرعونه والتسرع ممكن يبقى سلاح مضاد. كابتن عماد متعب برضو له راي، خبير بقى فيرويد ولعب الماتشات دي. المطلوب من اللعيبه، وده يعني لازم اللعيبه كلها تكون حاطاه في دماغها، يا جماعه الكرة اولا ما فيهاش مستحيل. انا واحد مريت مش بنفس الظروف، لكن قبل كده كنا خسرانين من الاتحاد الليبي 2-0 والشوط الاول انتهى وعدى حوالي 15 دقيقه 20 دقيقه من الشوط الثاني وكسبنا 3. يعني احنا بنتكلم في نص ساعه سجلنا 3 اهداف في مباراه ثانيه مع منتخب مصر، مصر والجزائر. لا مصر والجزائر كان، انا بتكلم في حد، انا بكلمك في الظروف الثانيه اللي هو في وقت قليل قدرنا نسجل فيها اهداف. كنا بنلعب على منتخب ليبيا. قول لي. لا لا اتفضل خد وقتك. لا براحتك. ماشي. بنلعب منتخب ليبيا وفي الشوط الثاني النتيجه كانت 1-0 لمنتخب ليبيا، وقدرنا نفوز 4-4 في حوالي نص ساعه. فانا بتكلم ان الامور كلها ممكن تتنفذ او ممكن تتحقق، بس برجوله. اللعيب لعيب مطلوب من لعيبه الاهلي انها تلعب برجوله، بروح النادي الاهلي، بشخصيتهم، بهويتهم، والنتيجه عند ربنا سبحانه وتعالى. بس في الاخر اخرج من الملعب راضي عن نفسي والناس راضيه عني.
ووقتها جمهور النادي الاهلي والناس كلها مش هتلوم اللعيبه، هتسقف لهم خلاص، مباراه سان داونز اللي هناك انتهت، المباراه اللي موجوده اللي هتتلعب يوم السبت، احنا كل اللي بنطلبه من لعيبه الاهلي اللعب برجوله بس. هو يعني اعمل اللي عليك والناس هتسقف لك، واللي عليك ده انك هو يعني برجوله، يعني بجديه بالتزام باحساس بالمسؤوليه، انما يعني الرجوله مش بعنف، الرجوله يعني احساس بالمسؤوليه. فباذن الله اولادنا يعملوا ماتش كويس يشرفنا، مش اكتر من كده. مجله المصور الحقيقه في الملحق الرياضي المتميز اللي بتطلع بيه اسبوعيا كانت عامله عدد مهم جدا، صعبه لكنها ليست مستحيله، في الاشاره الى هذه المواجهه المهمه جدا، وقالت الريمونتادا المعجزه المنتظره في برج العرب. عماد هو بيتكلم على انه في ماتش الاهلي والفريق الليبي الشوط الاول انتهى 1-0 بس، والدنيا مأزمه بشكل كبير جدا، في نص ساعه كل حاجه اتغيرت، او الشوط الاول كان 0-0 كمان. دينيس اونيانجو حارس سان داونز المخضرم الكبير، واحد من برضه عناصر قوه الفريق الجنوب افريقي، هو نفسه اللي هيلعب يوم السبت، قبل كده شال 5 من الاهلي، شال 5 من الاهلي في مصر في مباراه انتهت 6-0. انتوا متخيلين؟ كان عنده 20 سنه يعني، كان بسلامته لسه في شبابه، وكان حارس مرمى كان بلا سيتي الاوغندي او فيلا الاوغندي. الاهلي في 2005 في بدايه بقى البحث عن البطوله الكبيره ديت تحت قياده مانويل جوزيه، كانت بدايه المشوار في دور ال 32 في كامبالا قدام فيلا. الاهلي تعادل هناك، تعادل السلبي في كامبالا في مباراه العوده في القاهره. دينيس اونيانجو الشوط الاولاني الاهلي هز شباكه مره واحده، كان المباراة في ملعب الكلية الحربية. جون جابه عماد متعب اللي لسه بيتكلم على حتة انسوا عداد الاجوان وفات قد ايه، لانه اللي قاله عماد ان الشوط الثاني كل حاجة اتغيرت، مش بس مع الفريق الليبي، مع فيلا الاوغندي والحارس بتاعه اللي هو دلوقتي حارس سان داونز. الشوط الثاني بعد ما الشوط الاولاني انتهى 1-0 بعماد متعب كان في الدقيقة 23، يعني قعدنا 23 دقيقة بدون اهداف، وفجاه مطرت، عماد جاب جون. الشوط الثاني الاهلي جاب 5 اجوان، بداها بركات، وبعد كده ابو تريكه، بعد كده النحاس، بعد كده بركات بنفسه مره ثانيه في الدقيقه 90، عشان الاهلي يسحق اونيانجو حارس سان داونز حاليا بست اجوان وقتها. فموقع في الجول بيذكر بدي على انه لا، مفيش حاجه مستحيله، الحارس ده نفسه من فريق الاهلي نفسه سبق انه شال 6. المهم تتوافر لدى لعيبه الاهلي ان شاء الله يوم السبت الروح والاصرار والعزيمه اللي كان عليها عماد وبركات وابو تريكه ونجوم مباراه 2005 ضد نفس الحارس، وكان نص الشوط الاولاني انتهى او مر بدون اهداف. فالعبره مش بالعدد نفسه، كل الكتاب الحقيقه او كتير منهم مس هذه القضيه في محاوله لتهيئه او تهيئه لعيبه الاهلي صح، لانه اخطر حاجه على الاهلي في هذه المباراه او على اي فريق في هذه الظروف انه يبقى في ضغط عصبي مقرون بالساعه، الحق ده فات كذا، فتبدا الاعصاب تتشد، يبدا التركيز، يبدا التوتر يغلب على القرار، يبدا التصرف يبقى غلط، يبدا المدرجات تبدا تزوم، تحصل الاخطاء، تفلت المسائل لا قدر الله. فأهم حاجة الكرة ملهاش كده، ملهاش علاقة بفات قد إيه ونقدر نجيب كام في وقت قد إيه، تقدر في ربع ساعة الأمور كلها تتغير، ماتشات بتتغير في 3-4 دقايق، المهم يكون الحرص مستمر والمساندة مستمرة. نقدنا الرياضي الأستاذ سعيد الإمام في الجمهورية في مقالته خط أحمر بيقول أمي أهلي، وعنده نفس هذه الرغبة وهذه الروح، إذا كانت الخسارة الكبيرة اللي تعرض لها الأهلي مع سان داونز بخماسية نظيفة قد أوجعته وأوجعت كل محبي، فإن التاريخ يشهد للأهلي أنه قوي وصاحب صولات وجولات كتيرة. وبقول له في الآخر أم يا أهلي
جمهورك بيناديك وهو يقف وراءك وشفته. أنا أتمنى إنه اللعيبة تشوف صور الجمهور وهو نايم قدام استاد اسكندرية يا باشمهندس، علشان منتظرين تذكرة نايمين في الشارع. أيوه، هم اللعيبة عندهم كل الرسائل دي يا أستاذ إبراهيم. خلاص مرحلة التحفيز لا، هم عندهم حافز مش موجود عندنا إحنا، إن هم أصحاب الشأن. أيوه، أصحاب المصلحة، أصحاب الشغل. اللي حصل فيهم الموقف ده اللي هو اللي عايزين هم يعني يمحوه يعني. طيب خلي بالك، هو كايزر تشيفز اللي جه يلعب السوبر ما خسر أربعة. أيوه صحيح. طيب، الثقة في الأهلي، الإحساس بالأهلي، الرغبة في انتصار الأهلي عند جمهوره في كل مكان، وجمهور الأهلي مش بس في مصر، الحقيقة الأشقاء في فلسطين وفي غزة تحديدا متفاعلين جدا جدا مع الأهلي. نسيت أقول لك إن الأسبوع اللي فات أخونا علاء خالد مؤسس ورئيس رابطة محب الأهلي كان عيد ميلاده في يوم عيد ميلادك. وكان نفسه يتصل يبارك لك، قال لك أنا مش مهم بس عايز أبارك لك. لا نبارك له بقى طبعا يعني. وكل سنة وأنت طيب يا أستاذ علاء، وأخونا أسامة عمر وكل وضياء وكل الشباب الجمال أعضاء رابطة الأهلي في غزة. أيضا الأستاذ جهاد الباز واحد من شعراء غزة، كاتب قصيدة كويسة في حق الأهلي في هذه المناسبة. أستاذ جهاد أهلا بيك. أهلا بكم يا سيدي، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ جهاد، وسعداء بالتواصل معاك. سعداء بالتواصل معاك، وأسعدتنا القصيدة اللي بعتت لنا كام بيت منها، فارت نسمعها مع كل السادة المشاهدين. يا سيدي احنا يعني مع الأهلي قلبا وقالبا من حوالي سنة 60 تقريبا. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. تعلمنا في مصر يعني، ونلنا شهادة الدكتوراه من مصر جامعة عين شمس. تمام يا دكتور. الإنسان لا يمكن ينسى يعني الجميل ده أبدا. تمام يا دكتور، اتفضل. القصيدة معاي. اتفضل. من قلب غزة أرتقب فوزا حميدا مقترب، عندي ألم لا أنكره، عندي أمل لن أفقده، عندي حبيب لا يبالي بالمحن، نادي المبادئ كنت يوما كالشهاب، ورعاك رمز صامد يدعى بمحمود الخطيب، مع أخوة ضحوا لأجلك يا حبيب، لن نبتئس لن نندحر، فالليل يعقبه النهار وضوء آت لا محال، فلكم أذقنا الخصم من نار السموم، ولكم تعرضنا لنقد الحاسدين، لن نبتئس لن نندحر، أبطالنا أسيادكم، أشبالنا نصر لكم، أشبالنا نصر لنا، عجبا لكم ما بالكم، أنسيتم فرساننا؟ أنسيتم أشبالنا؟ أنسيتم نادي المبادئ والوفا؟ كم نال نصرا بعد نصر بعد نصر، فالله ناصرنا وباني مجدنا، نمضي كأسد الغاب لا نخشى خفاتيش الظلام، نمضي كموج هادر يعلو العباب، نمضي كنسر جارح فوق السحاب، والراية الحمراء تخفق في الروابي والسفوح، والله راعيها على مر الدهور، فهنأ بنصر قادم نادي الأحبة والوئام، من قلب غزة نبتغي لكم التقدم والصلاح، من قلب غزة نبتغي لكم التقدم والصلاح، والله يرعاكم ودمتم في فلاح. والله يعني دمتم في فلاح يا دكتور. نعم يا حبيب، دمتم في فلاح. كل خير يا دكتور جهاد. استعير منك احنا اتمنى الفلاح والفوز والصلاح لنادينا الحبيب ولنادينا الحبيب في مصر، والله يرعانا فعلا، والله يرعانا، وسيكون معنا ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله. وتحياتنا للغزة واهل غزة جميعا يا رب. الله يحفظك. يعني انا لي بعض قصائد يعني غير كده، من زمان كتبت قصيدة لوائل جمعة ولأبو تريكة ولبركات. ده شيء عارف هالوقت ان سمعكم بعض حاجات لا منها. اكيد هيبقى لنا لقاءات تانية كتيرة، لانه الحقيقة يعني احنا في عرض الحديث عن الاهلي وصن داونز،
بالتأكيد التغني وكل الاحتفاء بكل نجومنا هيكون ليها مناسبات تانية إن شاء الله يا دكتور جهاد. يا سيدي احنا سعداء جدا وندعو الله تعالى أن نتواصل دائما على خير وعلى محبة دائما إن شاء الله، وبارك الله فيكم جميعا. تحياتنا إليكم وإلى الشعب المصري الحبيب من صغيره إلى كبيره، والله يرعانا جميعا بفضله. شكرا جزيلا للدكتور جهاد الباز من غزة. الليل يعقبه النهار يا باشمهندس. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. فسعيد الإمام كتب في الجمهورية أم يا أهلي زي ما قلت لكم. الأستاذ حسن المستكاوي أيضا كتب في الشروق الأهلي هدوء من فضلكم. ده اللي احنا بنأكد عليه، هدوء من فضلكم. الهدوء هو اللي بيحقق أعلى درجة من التركيز. وبيقول الأستاذ حسن في ختام مقالته: اعتذار اللاعبين للجمهور هو اعتراف بتقصير، لكن ما نرجوه هو الهدوء وعدم الإفراط في الثقة وعدم إطلاق وعود بالعودة والفوز بستة أهداف مقابل لا شيء، وهو أمر نحلم به ونتمناه، لكنها مسألة تحتاج إلى معجزة تساوي إحياء أمل من العدم. فالمهم هو أن يفوز الأهلي بأي عدد من الأهداف. ففي كرة القدم نتائج مذهلة وعجيبة وفيها دراما لا يمكن تخيلها. المهم هو أن يسترد الكبرياء، المهم هو أن الأهلي يسترد الكبرياء الذي فقده على أرض بريتوريا. نرجو ذلك إن شاء الله، فقط هدوء من فضلكم. ده حسن المستكاوي يا باشمهندس. بص أنا يعني طبعا كلها نصائح يجب أن تكون محل اعتبار. ومهما اتكلمنا بقى دلوقتي ما احناش عارفين الكواليس، اللي أنا متأكد اللعبة نفسها عايشة بتركيز أكتر منا جميعا في هذا الأمر. لكن أنا بستعرض هنا نتائج سان داونز يا أستاذ إبراهيم. لا يعني هو مشواره بيقول إيه؟ فيكتا ريانوس في غينيا الاستوائية 2-0 و5-1 كثافة تهديفية. سان داونز وأهلي بنغازي 0-0 و4-0 كثافة تهديفية. حتى في مجموعته جه في المركز الثاني 10 نقط ورا الوداد ب10 نقط. الوداد تفوق في المواجهات المباشرة 2-1 و1-0. في نفس الدور سان داونز فاز على أسك 3-1 وتعادل معاه 0-0، وفاز على لوب ستارز النيجيري 3-0 و1-0. هي بص هي هو واضح انه يعني كان مبخت. مش مسألة، لا هو لما بتفتح ما بتفتح. هو الراجل مدربه الذكي جدا اللي هو استاذ في التنويم المغناطيسي استاذ قال في المؤتمر الصحفي اللي هناك، وده بين لك لانه لو في درس تخرج فيه من مواجهه سان داونز أهمية دراسة الخصم دراسة دقيقة وحقيقية وعلى مدى أبعد شوية. الراجل عمل إيه؟ قال لك اتفرجت على 10 ماتشات للأهلي، بعت محلل الأداء ومنسق عنده مصري، اللجوم هنا مصر، حضر ماتشات للأهلي، حضر الاتحاد وحضر الزمالك، وخد 10 ماتشات أهلي وبيراميدز ومعظم الماتشات، وقدر يحط كل التشريح الفني من خلال محلل الأداء للأهلي. فقال انا لما انتهى الشوط الاول 2-0 قلت بس اتعشت خلاص، انا الشوط الثاني هبدا قافل، انا متوقع الاهلي هيضغطنا بشده، فانا عايز اوقف ضغطه عند هذا الحد. يعني هو كان مبسوط جدا من الشوط الاولاني 2-0. قال ان احنا كنا سعداء جدا حظ انه اول دقيقه في الشوط الثاني ضربه جزاء. قال ان البنالتي ده هو اللي هو اللي غير هو ده اللي قتل المباراه، لانه ربك الاهلي جامد طبعا. يعني انت مضيع فرصه في اخر 5 دقائق في الشوط الاولاني ممكن تخليك 2-1، تقوم تستقبل الجون الثالث في اول دقيقه، وبعدين ايه ما تحسب بنالتي مش بنالتي، واخد بالك؟ وبعديها الجون الرابع هاندبول، ادي جونين رفعت المساله خلاص بقى. فهي شوف هو يوم كله على بعضه واستثنائي الكوره استثنائي. نتمنى ان احنا باذن الله. امبارح بقى الاهلي تخطى عنق الزجاج، يا هو ده الكلام. ولما كسب النهارده المصري كسب الزمالك في اسبوع ال 2-1، الاهلي امبارح يكسب 2-1، النهارده المصري يكسب الزمالك 2-1، طلائع الجيش يكسب الداخليه. طب الكره بتعمل ايه دلوقتي؟ بتنكد عليك وترجع تفرحك جدا.
انك تديك صداره الدوري اللي بتحلم بيها لاول مره 25 اسبوع لاول مره في الاسبوع ال 22 وتحيي املك بقوه في بطوله الدوري. طيب ما هو ايه الدراما دي؟ اللي كان بيقول لك لما تطلع لي فوق وبقى مش عارف قول لي المنطقه الدافئه المنطقه الحقيقه الاهلي يعني قول لي مين كتب عليه هذا الكلام؟ قال لك ده في ال 16 يا اخي انا مندهش جدا متفرغين زي الاستاذ اسامه خليل. كنت بتحكي لي على مقاله علمت بيها انت عن الخطيب وصن داونز والهزيمه الثقيل. طيب هو يعني يختفي ثم يعود ليتذكر الخطيب والنادي الاهلي فقط، يعني هو الكاتب المتفرغ ضد الخطيب والنادي الاهلي ولصالح المهندس محمود طه، لا يفعل شيء في حياته بخلاف هذا. هل هذه يعني ده اعلام يبقى اسمه ايه؟ او صحافه اسمها ايه؟ صح، في اتجاه واحد باستمرار كده. طيب هنشوف في فوز الاهلي على المقصه وتجاوزه لهذا الدور. مجلة الأهلي قالت في أولى خطوات المصالحة والتصحيح الأهلي بيهزم المقاصة ويعتلي القمة. الأخبار الأهلي يضمد جراحة والأفريقية بفوزه على المقاصة 2-1 ويتصدر الدوري مؤقتا، لا النهاردة بقى رسميا. الأهرام الأهلي يداوي جراحة والأفريقية على حساب المقاصة. وتحليل الفضائيات أعتقد رؤية مهمة جدا، والبداية مع الدكتور طه إسماعيل في أون سبورت. كابتن طه، أداء جيد للنادي الأهلي النهارده. النادي الأهلي لعب مباراة جيدة جدا إلا حتة صغيرة. حتة صغيرة يعني الفينشينج الأخير في فترة صغيرة جدا في الدقيقة 70 لو 75 حاجة زي كده حصل فيها شوية تكاسل، شوية الضغط قل على كم نادي من قدام لدرجة إن هذه الفترة كلها لم يصل الفريق المقصة للجول للمرمى بتاع النادي الأهلي إلا يمكن واحدة بس انفرد بيها ميدو جابر في دقيقة 72 وصدها الشناوي برجله لما اتشاطت، لكن غير ده النادي الاهلي مضيع فرص. انفراد اجاييه في دقيقة 23 شاطها برجله الشمال طلعها جول كيبر احمد عادل، وبعدين الهدف، والهدف الشيء الجيد فيه انه محمود وحيد عمل الكروس بشكل جيد جدا برجله الشمال، فكرني بمعلول يعني عملها بشكل كويس قوي. حمدي فتحي ولد مجازف، ولد بقلبه من زي الحديد داخل في وسط المهاجمين ولعبها بدماغه، وقبل كده لعب جول بالشكل ده بالظبط مع الحرس، سجل هدف الحرس 1-0 النادي الاهلي كسبه بهدف زي ده بالظبط. ولد رائع جدا في نص الملعب بيأدي بشكل كويس دفاعا هجوما، وبعدين بيندفع في الكرات الثابته اللي زي دي، وبعدين راسيه ازارو اللي عملها بشكل كويس زي فلافيو حولها كده واحمد عادل لحقها في الاخر، دي كانت برضه في الدقيقه 51. برضه من ضمن الحاجات يعني في لقطه لاجاييه في الدقيقه 59 رجع اجاييه في الجنب الشمال وغطى في لعبه، اللعبه دي فكرتني بحاجه مهمه جدا. الجول اللي جه فينا، الجول الثاني اللي جه فينا في ماتش سان داونز، محمد هاني بيضم للداخل، الراجل بيبقى فاضل اللي هناك المفروض اللي يشتغل معاه مين؟ رمضان صبحي اللي قدامه. النهارده فكرني اجاييه بقى ان ده الصح، لما محمود وحيد ضمم للداخل رجع اجاييه في الحته دي وانقذ لعبه مهمه جدا جدا، ودي بتبين التاكتكس اللي لازم تتعب صح، ودي من ضمن الاخطاء اللي حصلت في فريق المقصه. طبعا في الدقيقه 72 قلت انفراد ميدو جابر، ثم بعد ذلك برضو في انفراد ل انطوي، وبعدين الهدف اللي سجله، يعني في فتره كده كان ممكن الماتش يروح، كان ممكن المقصه يتعادل، لكن نجح الاهلي في ان هو يسجل الهدف الثاني اللي هو طبعا يعني على الاقل ضمن المباراه. الاحتفاء طبعا بالمباراه دي احتفاء خاص يا استاذ ابراهيم. والنقاد عندما يتناولوها انها التي اتاحت لك الفرصه، وانا قلت دي هتبقى عنق الزجاجه، ولذلك مجلس اداره النادي الاهلي كان يدرك طبيعي انك لما تبقى خسران بماتش زي كده وعندك فرصه تعتلي قمه الدوري هذه مباراه تبوس ايدك وش وظهر 100 مره عليه طبعا. فاللي بياخدوا
بتصيد كده هذه اللقطات عشان يعلقوا بشكل سلبي عليها. دول ده هم مش فاهمين ان رئيس وزراء ايطاليا وقف يرقص لما ايطاليا جابت جون في كاس العالم. المهندس محمود طاهر السنه اللي فاتت في افتتاح الدوري مع طلاع جيش نط من مكانه وجهز الصوره اعتقد. وطبيعي طبيعي وده يحمد تعايش المسؤول الاول في النادي مع احداث نادي وتفاعله معها. مش تبقى فرصه للانقضاض والتجرؤ والنقد وخلاص. ده دليل التربص اللي احنا عايشين فيه يعني. طيب احنا سمعنا راي الدكتور طه اسماعيل، نسمع راي بقى فاكهه الاسماعيليه محمد صلاح ابو جريشه. كابتن محمد رايك في اللقاء؟ هو اللقاء في بدايته يعني زي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو التوقيت بتاعه هو اللي صعب. الاهلي خد الماتش وعنده تحدي كبير ان هو يسترجع ثقته في جماهيره وثقته في نفسه، وفي نفس الوقت يبقى ماشي من المنطلق ان هو ما يخسرش كل حاجه، عايز يلعب على الدوري زي ما هو بيلعب على افريقيا، عايز ياخد الثلاث نقط اللي تديله الثقه بتاعه الماتش بتاع سان داونز، وقدر انه يوصل لكده رغم بعض التحفظات على التسرع في الهجمات زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ. والحقيقه طبيعي جدا ان هو يبقى عنده عدد كبير من الميس باص، طبيعي جدا ان يبقى فيه شيء من العصبيه ومن التنشنه اللي تخليه ما ينهيش الهجمات بشكل كويس او ما يخلصش ماتش زي ده من البدايه بشكل كويس، لكن قدر في النهايه ان هو يحصد ثلاث نقط هو كان جدير بيهم من البدايه نتيجه للتركيز ونتيجه للظروف اللي هو كان بيمر بيها. في نفس الوقت هو تفكيره في ان ازاي يسترجع ثقته في نفسه افريقيا. ماتش بتاع سان داونز والتغييرات اللي حصلت النهارده في سواء في التشكيل او في التغيير اثناء الماتش، هو برده مستر ريسارتي بيفكر في ان ازاي هيخوض لقاء سان داونز اللي لازم يفكر فيه بسيناريو واقعي. احنا اتفقنا ان الموضوع صعب لكن المهمه مش مستحيله، ومش مستحيله لدرجه ان هو ما يفكرش في ان ازاي يعوض الخمس اهداف. هو لازم يبدا بسيناريو واقعي ما يفقدش الكوره بسهوله، ما يخشش فيه جون ودي حاجه مهمه جدا. لازم يبدا بتهديف بدري لو هو عايز فعلا يسترجع ثقته الافريقيه، ودي حاجه مع البدايه كويسه ومع القوه البدنيه ومع القوه والاصرار والتركيز ممكن ان هو من البدايه خالص لو بدا بالعشر دقائق الاولى ان هو او ربع ساعه يحرز بيها اهداف هتتسلسل في احراز الاهداف ويبقى عنده توفيق كويس. لو ما عملش كده او لو بدا يفكر في ان الضغط بتاع الماتش نفسه بالخمس اهداف هيبقى لود على اللعيبه نفسها، مش هيقدر ان هو يحقق نتيجه كويسه. واحنا بنتكلم في مكسب، ما بنتكلمش في نتيجه او في سكور من البدايه، بنتكلم في مكسب. المكسب ده ممكن يحقق له مكسب كبير. ماشي. تحليل اخر من الكابتن فاروق جعفر عن هذه المباراه هتجد فيه يعني رصانه جامده قوي. قلت نقطة مهمة، هو المكسب معنوي أكتر منه طبعًا فني طبعًا. وده يعزز النادي الأهلي في المباراة اللي جاية ويدي حق إن المباراة لغاية الدقيقة لغاية ما الحكم بيصفر المباراة قايمة صح، وإن الفرصة موجودة. وده يفرق كتير قوي في ماتش سان داونز. أنا وجهة نظري إن الدوافع بتاعت النادي الأهلي كسبها النهاردة إن هو استعد بشكل كويس. التغييرات بتاعت لاسارت الشوط الثاني كانت أفضل لما نزل رمضان صبحي عمل حاله. ونتكلم النهارده خلينا نتكلم على نقطه كلنا، الاداء الفردي للعيبه هل بيعمل فارق ولا ما بيعملش فارق؟ طبعا. النهارده رمضان لما نزل عمل فرق مع الفرقه بشكل كويس جدا وبيجر الفرقه، انت بتشد الفرقه من ناحيه دفاعيه ده عمل الماتش اللي فات ونزل وجاب جول بالظبط. هو النهارده بيأدي واحنا كنا كلنا بنتكلم على الأداء الفردي بيعمل الفرق، لما كل لعيب عنده ثقة وبيوظف الأداء الفردي بتاعه ومهاراته الفردية للفرقة بيأدي بشكل كويس جدا، وشفنا رمضان النهارده. عموما ده بيدي فرصة للنادي الأهلي إن هو يعيد الاستقرار الفني بتاعه، يخش المباراة وعنده المعنويات تكون أفضل. المكسب حتى لو هو بيكسب يعني تخلي بالك المكسب في النهاية أنت عايز 3 بونت طبعا، ما بتدورش على الأهداف. هو النهاردة بحث عن 3 بونت يوقفوا الفرقة على رجله ثم بعد كده يبحث عن الأهداف. أنا شفنا النهاردة النادي الأهلي الشوط الأول أدى بشكل كويس جدا، المقصة الشوط الثاني أدى بشكل كويس جدا طبعا. وكان ند للنادي الأهلي الشوط الأول ما كانش ولا رد فعل ولا ممكن ولا يتعادل كمان وكان الشوط الثاني أدى بشكل كويس لولا براعة الشناوي بالظبط. تغييرات كابتن طلعت الشوط الثاني كانت عملت تطور في الاداء الهجومي بشكل كويس جدا، استحوذ على نص الملعب.
النهارده النادي الاهلي التغييرات بتاعته عمليه ثقه اكتر منها عمليه فرصه للاداء. يعني النهارده احمد فتحي بتنزله عشان انت ممكن تحتاجه في المباراه الجايه، كريم ندد بتنزله النهارده انت ممكن محتاجه في المباراه اللي جايه رمضان. لكن قبل المباراه النادي الاهلي النهارده لعب بخمس عناصر جديده، يعني خمس عناصر ما بيلعبوش، ودي حاجه جديده ان النادي الاهلي يقدر يغير خمس لعيبه في المباراه الاخرى. شوف كابتن فاروق جعفر يلمس على النقط بقى الموضوعيه، لعب بخمس عناصر جديده وهو جاي من ارهاق واحباط وجرأة، عشان الناس اللي بينتقلوا الجهاز الفني وينزلوا ويتألقوا ويكونوا سبب في فوز النادي الاهلي. شفت صالح عامل ايه؟ ها؟ شفت صالح جمعه عامل ايه؟ صالح لا وحمدي فتحي هيكون صاحب الهدف وصاحب الاداء المميز. لكن يعني يلفت نظرك بقى الاستاذ خالد لطيف. هو يبحث طول الحلقه كيف كان يمكن للمقاصة ان تتعادل. الجون جاي في الوقت المحتسب في اخر ثانيه في الوقت المحتسب بدل من ضائع. ويقول لك لو كان كوره ميدو جابر جت، طب ما لو كان كوره فلان وفلان وفلان بتوع الاهلي جم، لو كانت اتحسبت ضربه الجزاء كان بقى في 5-6 في الماتش. مش لكن انك تقعد ويكررها وكاد ان يتعادل وهدف مش عارف ايه وسيطر المقاصة يا بلاش، يعني انت بتدير حوار. معلق امبارح قال لك هدف قاتل، فاهمني؟ ها ها يعني حاجه غريبه. انت راجل ما تحطش امانيك الشخصيه في قالب التحليل وانت معاك محللين في الاستوديو. ما هو زي برضه يطلع زميل اخر يتكلم، الناس بتتكلم على فرص الاهلي، شفتوا الروح الايجابيه، يطلع واحد يقول لك ايه؟ لا لا الاهلي فرصه انتهت خلاص، الزمالك هو الممثل الوحيد دلوقتي في افريقيا لازم يشد حيله كده. هو وماله يشد حيله الزمالك؟ الزمالك يشد حيله؟ عايزين يشد حيله والاهلي يشد حيله برضه. طيب ما تزعلش. لكن انا معني جدا اعرف اذا كان حد رصد ضربه الجزاء دي، لانها واضحه وضوح الشمس وامام الحكم. نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت. نيجي بقى للحاله دي، طبعا في اول مباراه معروف طبعا في على مقربه بشكل كويس جدا وعنده زاويه رؤيه عنده كل حاجه. اللعبه دي هو هنا حسب ركنيه، حسب ركنيه على ان لاعب المقص هو الذي نجح في لعب الكره، وبالتالي لاعب النادي الاهلي ما وصلش للكره، والسقوط هنا خلاص مفيش سقوط بقى، يعني ده التحامات عاديه. لكن اللي لعب الكره وزقها واللي خد الرجل بعد كده العكس، يعني المقص اللي ما لعبش الكره ولاعب الاهلي لعب الكره ولاعب المقص هو اللي خد رجله. هنشوف دلوقتي الحاله طبعا لما هتشوفوها في الاعاده. هو قريب، هو حتى تردد، بص مين اللي بياخد الكره اهو، صالح جمعه هو اللي بياخد الكره ولاعب المقص هو اللي خد رجل صالح جمعه، وبالتالي الخطا موجود وركله الجزاء لم تحتسب. نيجي واضحه جدا طبعا من ورا اهي من خلف المرمى. نيجي بعد كده الحاله دي بتاعت ازارو. هنا اللاعب ده اللي هو اسامه جلال عنده انذار، ودايما انا اقول ان الحكم اللي ما يديش الانذار الثاني بتبقى صعب عليه قوي. هنا اللعبه دي طبعا الانذار هنا مستحق، لازم يديله انذار، ما ادالوش انذار لان انذار ثاني. نيجي بعد كده اخر حاله وهي الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي. هل في تسلل لازارو؟ هنشوف دلوقتي. طبعا هنا تسلم بشكل صحيح، واهو لحظه لعب الكره لم يكن متسللا وليد ازارو، وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح وقرار الحكم المساعد صحيح. طيب نقول ايه بقى؟ اما كل ماتش ضربه جزاء بهذا الوضوح قدام الحكم اللي ما فيش بينه وبين حد حاجه، ولاعب يطرد وما يطردش، ولاعب تاني يطرد وما يطردش، وانذارات للاعيبه الاهلي، يعني يا جماعه شيء من العداله، احنا بنقول ايه بس؟ وكل ماتش كده في الوقت اللي بيحتسب لغيرنا 11 ضربة جزاء، كل مباراة ضربة جزاء بمجرد ما احتكاك الظل بالظل لغيرنا. نشوف الكابتن الشناوي عن ضربة جزاء مباراة الزمالك وإنبي. الحكم كان لازم يكون عنده حركة، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا. المهم ان هو لازم يكون قريب في الحاله دي،
لان الحاله بعد كده هتبين قد ايه المشكله اللي هو فقدانه للقراءه والتوقع. بص هنقف هنا، المسافه اكتر من 15 متر مخالفه. طبعا الحكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفه هنا، لان الحكم بشكل بعيد خالص الناحيه الثانيه ما يقدرش يحدد المخالفه من عدمها. في الحاله هنا لما نشوفه في الاعاده هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفه ضد مهاجم انبي. هتبص للمهاجم بياخد الكره وجنش بعد كده بيخبط رجله او بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب انبي، ودي ركله جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لانه ما كانش عنده القراءه والتوقع للنكست فاز اوف بلاي اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى. لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع جلنش لطشه، هي لطشه طبعا سريعه وبتبقى صعبه، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايفها. نتمنى كل الناس تاخد حقها. خد بالك نفس الحكم ونفس الزاويه. الغرابه يعني. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ لما يطلع يتكلم يبقى غلطان، لما يطرح اسئله يبقى متجاوز، لما يقوم يقول ده حصل ازاي يطرد. نشوف راي الكابتن جمال الغندور في طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح. طبعا سمعنا كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما سمعناش كلام الكابتن محمد معروف. ومحمد معروف مش هيتكلم، ومحمد معروف عنده قرار بياخده، عنده تقرير. لكن على كلام الكابتن سيد فقط اللي هو قاله دلوقتي، ما اعتقدش ان هو ممكن يكون انطرد عشان لمجرد ان هو اعترض او حاول يلفت نظر الحكم على انه في ده انذار تاني. احنا قدامنا الصوره ما فيش فيها تجاوز في الصوره، ولكن ما نعرفش الكلام اللي تم ايه. وبالتالي تاني الاجابه بتاعتي، لو على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقول له يا كابتن ده الانذار الثاني، دي ما تستدعيش الطرد. ولكن ايه اللي دار او ايه اللي تم، اعتقد الكابتن محمد معروف لو هو كان حذره في الشوط الاول. عشان كده بقول لك انا احنا الطرف الثاني مش معانا. الطرف الثاني هو حكم المباراه زي ما سمعنا كابتن سيد عبد الحفيظ. لازم نعرف او نسمع الكابتن محمد معروف، والسؤال ليه هو تم طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه؟ اكيد عنده اسبابه، هو دي اللي لازم يذكرها في التقرير بتاعه. معلش، ما هو رصيد الكابتن سيد عند الحكام يسمح بطرده من غير ما يعمل حاجه. بس هي من طريقه عدته على الدكه يعني. حتى العداله في استخدام الكارت، انا عايز بس الناس تركز شويه. يعني هو ما اداش في الاخطاء، ما اداش نفس الحكم اللي طرد سيد عبد الحفيظ عن بعد كده. وسيد ما عملش طردش لاعب في الملعب، خد اللعيب ولف بيه. طب بص بلاش ديت، ركز مع طارق حامد، اكتر لاعبي خط الوسط في مصر ارتكابا للفاولات العنيفه النهارده. كوع صريح، عنده حصانه غريبه جدا يا جماعه. حسام عاشور في نفس مركزه في الاهلي تقريبا اكتر حد بياخد انذارات، واكتر حد لو سليم بيتوقف، لكنه انه يبقى في حد عنده هذا القدر من اللعب العنيف عايز تستخدم نفس المعيار، استخدمه هنا وهنا. ما بنقولش ان انت تتحامل عليه، بس زي ما بتطبق هنا طبق هنا. لكن هنقول ايه؟ عموما مباراه الاسبوع 28 في بطوله الدوري اللي الاهلي وصل لمكانه الطبيعي فيها وتصدر المسابقه. الانتاج مع الجيش، الانتاج ده الاسبوع 28 2-1، الجونه والنجوم 1-1، دجله والمقاولين 0-0، بيراميدز كسب الاسماعيلي 3-1، بتروجيت كسب الاتحاد 1-0، الداخليه تعادل مع انبي 1-1، وسموحه كسب الحدود 2-1. يوم الاربعاء من الاسبوع 17 الاسماعيلي والجونه تعادلوا 2-2، والاهلي فاز على المقصه 2-1. النهارده المصري كسب الزمالك 2-1. ومن الاسبوع 29 الدوري قص ولزق كتير، اللي قالوا الاهلي بيتاجل له وبيتظبط له والكلام ده كله. في الاسبوع 29 طلائع الجيش فاز على الداخليه 2-1، المقاولين العرب كان فاز على حرس الحدود 1-0، والاتحاد السكندري خسر من بيراميدز 3-2، بيراميدز حول تاخره مرتين للفوز 3-2. دي مباراه برضه دراميه. صحيح. يعني اتطرد منه لعيب واستطاع انه يسجل هدفين وهو ناقص الجمعه 12 ابريل
بكره ان شاء الله سموحه والانتاج الحربي، يوم الاحد المصري والاسماعيلي، يوم الاثنين مصر المقصه مع بتروجيت وانبي مع الجونه، تاجلت مباراه النجوم والاهلي والزمالك ووادي دجله. جدول الدوري اللي تصدره الاهلي بعد عند الاسبوع 25 هو ده اللي قدام حضراتكم، وهنا رجع كل واحد لمكانه الطبيعي، وعاد الاهلي حمل اللقب لصداره المسابقه اللي لما كابتن سيد عبد الحفيظ والاهلي في المركز ال 16 قال احنا مش باصين على اي حاجه، احنا رايحين للمركز الاول. وقتها كان اللي بيتمقلت بيتمقلت، واللي بيهزر بيهزر، واللي بيحفل بيحفل، لكن الاهلي عارف مكانه. طيب كويس قوي، خلاص احنا الاسبوع ده متصدرين، نتمنى ان نستمر. مفيش تحفيل، مفيش كلام احتفال غير عندما يفوز الاهلي بالدوري. خلصنا، احنا مش احنا اللي نفرح ان احنا نتصدر المشهد، احنا نفرح عند حصد البطوله. بالظبط، بس كده. كل الدعاء بالتوفيق ان شاء الله يوم السبت. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. ودائما وابدا زين النوادي، تصبحوا على خير. تحية وجلالة.